السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا الكرام بمساحتنا اليوم في اللقاء بعنوان اضطرابات القلق مع الدكتور محمد بن زايد العسيري، استشاري الطب النفسي. حياك الله دكتور. أول أحب أتقدم بالشكر والامتنان للزملاء في جمعية إشراقة على إتاحة هذه الفرصة للحديث اليوم عن اضطرابات القلق كجزء من سلسلة التوعية والتثقيف اللي تقوم بها جمعية إشراقة مشكورة. وتم اختيار الحديث اليوم على أحد أهم اضطرابات النفسية أو حتى الشكاوى النفسية اللي عادة تكون يعني مثيرة للاهتمام ويكون فيها استفسارات وأسئلة كثير، وهي طبعا اضطرابات القلق أو أعراض القلق بشكل عام. طبعا علشان نبدأ نعرف المقصود باضطرابات القلق أو أعراض القلق، لازم نعرف في البداية ما هو تعريف الصحة النفسية. يعني واحدة من أساسيات ألف باء تاء العلوم الطبية، سواء العلوم الطبية الأساسية أو الطب التطبيقي أو العلوم الطبية التطبيقية، هو أنه حتى أنا أعرف ما هو الاضطراب، ما هو المرض، لازم أعرف أول شيء الشخص الطبيعي، يعني الفيزيولوجي الطبيعية، عشان أنا أعرف أن كيف أشخص زيادة في الحرارة، أنه هذا الطفل عنده ارتفاع في حرارته. لازم أعرف إيش هي الحرارة الطبيعية في الأساس علشان أحدد إيش هي الحرارة غير الطبيعية. فأول خطوة أنه إحنا نعرف ما هو الشيء المتوقع، ما هو الشيء الطبيعي المقبول في مثل هذه الحالة، حتى أستطيع أني أنا أشخص ما هو الشيء الغير طبيعي، ناهيك عن معالجته مستقبلا أو بحث طرق تشخيصه وطرق علاجه وإلى آخره. ولهذا علينا أن نعرف أولا ما هو تعريف الصحة النفسية. الصحة النفسية المقصود بها ليس مجرد غياب اضطرابات نفسية، يعني ليس كون الشخص لا توجد لديه اضطرابات نفسية مشخصة، يعاني من مشاكل أو يبدأ أو بادئ على علاجات سواء دوائية أو غير دوائية، يعني أنه يوجد لديه صحة نفسية أو صحة نفسية مقبولة أو مكتملة، أو لا يحتاج أن احنا نتدخل أكثر من مجرد إخفاء الأعراض أو علاج الأعراض. فإذا ما هي الصحة النفسية؟ بحسب تعريفات منظمات عالمية، أهمها منظمة الصحة العالمية، أن الصحة النفسية هي حالة من الرفاه النفسي والطمأنينة. المقصود بالرفاه النفسي ليس الرفاهية، الرفاهية تختلف. الرفاه النفسي والطمأنينة المقصود بها أنه تمكين الشخص من مواجهة ضغوط الحياة. إذن أول شرط من اشتراطات الرفاه والصحة النفسية أنه يوجد لدى الإنسان مرونة، المقصود بها أنه يستطيع أنه يتأقلم ويتكيف مع ضغوط الحياة، لأنه لا نستطيع التحكم وإخفاء وإبادة ضغوط الحياة. ضغوط الحياة جزء من الحياة، طالما أن الإنسان يتنفس ويتحدث ويسمع ويحس معناه سيكون معرضا لضغوط الحياة. دور الفرد أن يكون مرنا في التعامل والتكيف مع هذه الضغوط، بحيث أنه يستطيع تجاوز هذه الضغوط، معالجتها، تجاوزها، الاستفادة منها كدرس في تنمية وتطوير نفسه وذاته، يتعداها ويستطيع أنه يكمل حياته بشكل يعني سليم. فأول خطوة أو أول شرط من اشتراطات الصحة النفسية هو المرونة النفسية. ولهذا إذا اختفت أو غابت المرونة النفسية، قد يحصل عند الإنسان ما يسمى باضطراب التكيف أو اضطراب التأقلم، اللي هو خارج طبعا حديثنا في هذه المساحة. الشرط الآخر في الصحة النفسية هو قبول الذات ومعرفة الهوية ومعرفة الإمكانات والقدرة على الاستمتاع بالحياة. يعني قد تجد الإنسان أنه مثلا لا يوجد لديه قبول في ذاته، يعني غير مقتنع في قدراته، غير مقتنع أو بهويته أو بإمكاناته، وبالتالي هذه ستعرقله عن الاستمتاع بحياته وعن التطور في حياته. كذلك أحد الاشتراطات أو أحد الخصائص خلينا نسميها للصحة النفسية هي تحقيق الإمكانات، النمو والازدهار. الإنسان هذا لديه قدرة على أنه يتطور، على أنه يدرس، على أنه يتخرج، على أنه يعمل، يتطور في عمله، يبدأ يطور في حياته، يطور في رعايته لأسرته، لارتقائه في وظائفه، في أعماله الخاصة.
يتطور كل 5 سنوات، تجده يعني يصبو ويأمل في أنه يطور من حياته، يزيد من دخله، يزيد من علاقاته الاجتماعية. هذا النمو والازدهار عنصر أساسي وأحد أهم علامات الصحة النفسية والرفاه النفسي. الشرط الآخر أو الخاصية الأخرى في الصحة النفسية هي التعلم والعمل بشكل جيد، اللي هي الوظيفية، إنه الإنسان هذا يستطيع التعلم، يستطيع إكمال دراسته، يستطيع الحصول على شهادته، يستطيع العمل والإنتاجية في عمله، الالتزام بساعات العمل، علاقاته جيدة مع مرؤوسيه، مع رؤسائه، مع زملائه، مع أقاربه، مع عائلته. المساهمة في المجتمع المحلي هذه أيضا خاصية أخرى، أنه يكون هذا الإنسان عضو فاعل، مشارك، مفيد في التنمية، له كلمته، له مكانه في مجتمعه، في جماعته، في قريته، بين أسرته، يكون عضو فاعل، ينظر له إلى أنه عضو فاعل، يؤخذ بمشورته بحيث أنه يكون له دور فاعل في اتخاذ القرارات. كذلك الخصائص الأخرى هي إقامة علاقات مثرية ومفيدة، مع الحفاظ على الاستقلالية الذاتية للفرد، يعني ما يكون هناك نوع من الاعتمادية فقط أو التعلق الزائد أو إلى آخره. هناك استقلالية ذاتية، لكن أيضا هناك علاقات اجتماعية مفيدة للطرفين. طبعا الصحة النفسية والرفاه النفسي ليست صورة واحدة لكل الناس، هي تختلف من شخص إلى آخر. فتجد تعريف الرفاه النفسي عند الشخص الأول يعني تختلف نوعا ما، أنه المتوقع من إنجازه، المتوقع من وظيفيته، إحنا ما نساوي بين المتوقع من كل الأشخاص. طيب، ما هو مدى انتشار الاضطرابات النفسية وخاصة موضوعنا اليوم اللي هو اضطرابات القلق؟ أول شيء لازم نعرف شو المقصود باضطرابات القلق. لو تلاحظوا احنا كتبنا في العنوان اضطرابات القلق وليس اضطراب القلق. هناك عدة يعني اضطرابات للقلق وليس نوع واحد، أشهرها هو اضطراب القلق المعمم، اللي عادة عندما يتحدث إنسان أو يتكلم طبيب أو يشكو إنسان من أنه أنا عندي دكتور قلق أو عندي أعراض قلق، عادة يقصد باضطراب، يقصد به اضطراب القلق المعمم أو العام. أطلق على هذا النوع من اضطرابات القلق الاضطراب العام أو المعمم، لأنه غير مرتبط بخوف أو برهاب من شيء معين. يعني على سبيل المثال، اضطراب القلق ليس مرتبط بالخوف من المرتفعات أو الخوف من مواجهة الجمهور أو الخوف من الأماكن الضيقة أو الخوف من عدم اجتياز الاختبار مثلا أو عدم الحصول على الشهادة أو عدم الاستطاعة إلى صعود الطائرة على سبيل المثال. وبالتالي هو قلق عام غير مرتبط بنقطة معينة أو شيء معين يخاف منه الإنسان أو يقلق منه. لكن هناك اضطرابات قلق أخرى تختلف، مثل اضطراب قلق الانفصال، وعادة هذا مشهور جدا في الأطفال والمراهقين، وهو الخوف من فقدان شخص يعتمد عليه، هذا الطفل أو هذا المراهق أو هذا الناشئ. بالمناسبة يحصل أيضا في الكبار، فيكون هناك أنواع يعني نوع من الكوابيس والخوف والأفكار إنه قد أفقد أبي أو قد أفقد أمي أو أخي أو زوجي أو زوجتي، وإنما إلى ذلك يعني من الشخص القريب، فيبدأ يخاف إنه يبتعد عنه كثيرا، يرفض الخروج من المنزل إلى آخره. الأنواع الأخرى من اضطرابات القلق مثل البكم الاختياري أو الصمت الاختياري، هذا أيضا مشهور عند الأطفال وهو نوع من أنواع اضطرابات القلق. كذلك الفوبيا أو الرهابات، الرهاب من المرتفعات، اضطراب الأماكن، الخوف من الأماكن المفتوحة، أو اضطراب القلق من الأماكن المفتوحة، أو يطلق عليه عادة في بعض المراجع باضطراب الساحة أو الخوف من الساحة المفتوحة. نوبات الهلع، اضطراب نوبات الهلع، هذا أيضا نوع آخر من اضطرابات القلق. بالإضافة إلى اضطرابات القلق اللي عادة تكون مرتبطة بأمراض باطنية أخرى، يعني بعض الأدوية الباطنية والأدوية العصبية وبعض الاضطرابات الباطنية والاضطرابات العصبية قد تسبب بعض اضطرابات القلق. نركز في حديثنا اليوم على أشهر الاضطرابات القلق وكيف يعني يتم تشخيصها، ما هي علاماتها المبكرة إلى آخره، وهي عادة اضطراب القلق المعمم والاضطراب الاجتماعي أو اضطراب الخوف الاجتماعي، أو ما كان يطلق عليه سابقا بالرهاب الاجتماعي، أطلق عليه مؤخرا في الأدلة التشخيصية في الطب النفسي بما يطلق عليه بالإنجليزي Social Anxiety Disorders أو الاضطراب الاجتماعي، اضطراب الاجتماعي Social Anxiety Disorder، اضطراب القلق الاجتماعي. طيب، قبل الدخول على سبل التشخيص،
لازم نفرق بين القلق المفيد، لأنه لا ننسى أنه إحنا يعني كبشر لدينا أحاسيس. مجرد خوف أو تفكير في اختبار، مجرد حزن، مجرد غضب، هذا لا يشخص اضطراب نفسي، لأنه طبيعتنا وجزء من حياتنا وجزء من رفاهنا النفسي، اللي هو نوع من التأقلم ونوع من المرونة. أنه أكيد إحنا سنغضب عندما نرى شيء مغضب، نحزن عندما يعني نعاصر أو يعني نرى شيء محزن أو شيء مخجل أو شيء مخيف أو شيء مفرح. هذا جزء من بشرية الإنسان، ليست اضطرابات وليس مرض نفسي. متى أنا أسمي الاضطراب القلق؟ أنه لا، الآن لم يعد مجرد خوف عادي، يعني لم يعد مجرد خوف طالب من أنه يسقط في الاختبار، في اختبار بكرة. لم يعد مجرد خوف من أني أنا والله أخاف أطلع الطيارة ولا سمح الله يصير في شيء في الطيارة، أو تقع الطيارة، أو أني أنا ممكن تخرب سيارتي في وسط الزحمة، أو يكون لي يصير لي مثلا مشكلة في وسط مول في ازدحام ولا أستطيع الهروب أو الخروج. متى أسمي مجرد القلق والخوف اللي هو جزء طبيعي من حياة الإنسان ونفسية الإنسان وأحاسيس الإنسان بما تتلائم مع تعريف الرفاه النفسي اللي تحدثنا عنه في البداية، متى أسميه اضطراب؟ هناك اشتراطات معينة لتحديد الاضطراب. ولذا يوجد نظرية يطلق عليها نظرية ييرك ديدسون أو كيرف، منحنى ييرك ديدسون. وهو يشرح منحنى ييرك ديدسون الفرق بين القلق البناء والقلق الهدام. يعني أعطيكم مثال بسيط: طالب جامعي لديه اختبار نهائي بعد أسبوع من اليوم. طبعا طبيعي أي طالب بيكون عنده قلق، بيكون عنده خوف، يبدأ يكون نومه مضطرب إلى حد ما، قد يتوقف عن الأكل، قد يتوقف عن الحديث مع أهله، ينعزل، يبدأ يركز، يخاف، يسأل زملائه، يبحث في النت، يسأل، يبدأ حتى يتراجع مع نفسه: هل أنا اخترت التخصص السليم؟ ليش أنا ورطت نفسي في هذا التخصص؟ أنا شكلي ما حعدي، إلى آخره إلى آخره. طيب، كل هذه مخاوف وأعراض قلق. طيب، متى أسميها اضطراب قلق ومتى أسميها مجرد قلق بناء مهم؟ إذا كان هذا القلق عند الطالب أدى إلى أنه يخلي الطالب يحرص أكثر ويذاكر ويهتم أكثر بالمذاكرة، لأنه خايف أنه ما يعدي، وبالتالي يبدأ يستعد للاختبار من بدري، يبدأ يقرأ من بدري، يبدأ يسأل زملاء، ويبدأ يبحث في النت عن أسئلة وعن موك إكزامز أو أسئلة تجريبية أو اختبارات تجريبية، يراجع المادة مرتين، يقرأ في المادة مرتين. حتى لو يعني أدى هذا إلى نوع من الاضطراب البسيط في القلق أو الازدياد في شرب المواد المنشطة مثل القهوة مثل الشاي، لكنه أدى إلى أنه يهتم أكثر ويذاكر أكثر ويستعد أكثر للاختبار ويحضر الاختبار وينهي الاختبار، هذا قلق بناء، هذا خوف بناء ضروري. يعني احنا ما نبغى الطالب يكون عنده نوع من التبلد النفسي بحيث انه ما يستعد للاختبار. هذا قلق بناء. طيب، اجل ايش هو القلق الهدام والاضطراب القلق الهدام؟ اذا حصلت الاعراض لهذا الانسان، لهذا الطالب، نفس الاعراض اللي ذكرناها، لكن بسبب هذه الاعراض يقول: يا دكتور، انا ما عاد اقدر افتح الكتاب. انا من كثر القلق والخوف اللي عندي انا صار عندي زي الشلل النفسي، انا ما ابغى حتى اشوف شكل الكتاب، انا حتى لدرجه اني ما اقدر اروح غرفتي اللي فيها الكتب، وانا خايف اصلا ما بروح الاختبار، انا تغيبت، انا فاتني الاختبار مره ومرتين وعادوا لي مره للمره الثالثه، وبرضو انا شكلي ما حضر الاختبار، انا احس انه المعلومه ما تدخل في مخي ولا عندي اصلا اي يعني رغبه اني انا حتى افتح الكتاب او اذاكر او اقرا. هذا قلق هدام الان اثر على وظيفيه هذا الطالب، في انه ما ساعده قلقه او خوفه هذا، وانما يعني دهوره، دهور تطوره، دهور ازدهاره، دهور تأقلمه ومرونته مع هذه الضغوط. وبالتالي هذا يعني ينطبق عليه احد اشتراطات تشخيص القلق. اذا هذا الفرق بين القلق الهدام او القلق البناء. طبعا هذا مثال، ممكن احنا نتحدث عن امثله اخرى كثيره جدا، لكن هذا مثال على الفرق. ليش مهم هذا الحديث؟ لأنه كثير يأتوني أحيانا أو يستشيروني مثلا: دكتور، خاصة قبل الاختبارات مثلا أو قبل سفر في الطائرة، دكتور أنا عندي خوف أو عندي رهاب أو عندي اضطراب رهاب صعود الطائرة. طيب يا عزيزي، هل هذا أوقفك من صعود الطائرة؟ لا، بس يأتيني خوف وتوتر أول نصف ساعة في الطائرة وبعدين أمور طيب، لكن أنا أحمل هم أني أنا أطلع في الطيارة، لكنه ما يمنعني من الصعود في الطائره، ما يمنعني من اني انا يعني اخلص مصالحي الدنيويه في الذهاب الى تخليص امور معينه في مدينه اخرى. هذا ليس اضطراب، هذا ليس اضطراب، ما دام انه لم يؤثر على
مصالح الإنسان لم يعطلها، خلاص لم تتأثر هذه الأمور، هذا لا يعتبر اضطراب بحسب تعريف المعايير الطبية. الأطباء النفسيين وأخصائي علم النفس الإكلينيكي أو علماء النفس يستخدموا معايير وأدلة معينة تشخيصية، أهمها ما يطلق عليه الدي اس ام اللي هو في نسخته الخامسة المراجعة حاليا، اللي هي اختصار Diagnostic Statistical Manual أو الدليل التشخيصي الإحصائي للاضطرابات النفسية الصادر من الجمعية الأمريكية للصحة النفسية والآي سي دي 10 الصادر من منظمة الصحة العالمية وغيرها طبعا من الأدلة. ففي هذه الأدلة هناك اشتراطات حتى أستطيع أني أنا أشخص الاضطراب. طيب دكتور، أوكي، بس إن هذا القلق متعبني، يعني أوكي هو ما خلاني، يعني ما أثر على مذاكرتي، بالعكس خلاني أهتم أكثر وخلاني يعني أحصل درجة عالية في الاختبار، خلاني يعني أحضر بدري للطائرة وأهتم بموضوع التذكرة وأهتم بالحضور مبكرا وأحرص على هذه الأمور وأتأكد أن أغراضي كاملة. أوكي هذا ساعدني، لكنه يا دكتور هذا متعبني، هذا يعني يعمل لي قلق، يعني أنا كل مرة يعني أتعب، أنا أتعذب داخليا. صحيح أنه أنا ما أثر على وظيفيتي لكني أتعذب داخليا، يعني أوكي أنت ما شخصتني باضطراب الحمد لله، لكن أنا ما زلت أعاني، أنا أبغى شيء يساعدني على هذا الألم اللي موجود عندي. أوكي لا نسميه اضطراب قلق ولا نسميه أي نوع من الاضطرابات، لكنه عرض مزعج لي. طيب أوكي تمام، إحنا نتعامل معه كأعراض مزعجة للإنسان تستطيع علاج. العلاج عادة لا يكون علاج دوائي وإنما علاج غير دوائي، مثل الجلسات السلوكية، مثل تغيير نمط الحياة اللي إحنا سنتحدث عنها لاحقا في العلاجات. يعني ما يشترط أني أنا ما أبدأ علاج للمريض إلا، يعني ما ببدأ علاج إلا إذا عنده اضطراب، إلا إذا عنده تشخيص، مو بشرط. يعني أنا ممكن أنا أبدأ دواء عشان أساعده في النوم، النوم مجرد لخبطة في النوم قبل رحلة أو قبل زواج أو قبل مهمة معينة أو مقابلة وظيفة ليس اضطراب، لكن الإنسان يحتاج شيء يساعده، فممكن إحنا نساعده مؤقتا في موضوع النوم. لا يعني أن أنا شخصه باضطراب، لكن لا يعني أيضا أنه هذا الإنسان لا يحتاج مساعدة على الأقل يعني مؤقتا. تمام، إذا ما هي جميل سبل التشخيص؟ جميل دكتور نعم محمد، ممكن نشوف المستمعين إذا في تساؤلات، نعم في أحد عنده مداخلة؟ مرحبا، تفضلي، أهلا وسهلا. أهلا أستاذ محمد. كنت بقول لك إنه أنا عندي تشخيص اضطراب قلق، تمام؟ نعم تمام تزامنا بالسيكيولوجي كعيادة، وتزامنا كتدخل الدوائي، تمام؟ دائما نعم دائما القلق اللي أنا أكون فيه إلى متى أترك العلاج، متى نبدأ نسحب تمام العلاج؟ دائما أنا أحس يعني هذا السؤال اللي في كل موعد أطرحه، فدائما يقولوا لي العلاج آمن، العلاج آمن، العلاج آمن. طيب إلى متى؟ هذا الشيء اللي أنا اوكي أتعب منه. تمام. انت تتابعي مع طبيب نفسي ولا اخصائي علم نفس كلينيكي؟ طبيب نفسي وسيكيولوجي. طب ويعني مع الاثنين، مع طبيب نفسي نعم. ومع اخصائي علم النفس كلينيكي. نعم تعملين جلسات سلوكية معرفية مع الاخصائي مع نعم السيكولوجي؟ نعم ممتاز. طيب ممكن اعرف الدواء اللي تاخذيه، تعرفي اسمه؟ الأسترال. الاسترال. طيب تمام، إذا سؤالك عشان بس أكون أنا متأكد إني فهمت سؤالك، أنت مشخصة باضطراب قلق نعم وتخضعين لعلاج دوائي وعلاج نعم سلوكي معرفي مع الأخصائي النفسي نعم ولك فترة طويلة، ودائما تسألين الطبيب دكتور طيب أنا متى أوقف العلاج، نعم وما تجدين إجابة شافية سواء من الطبيب أو من الأخصائي نعم النفسي فيما يتعلق بإيقاف العلاج، صحيح؟ نعم والمدة 5 سنوات.
الآن 5 سنوات، حصل أنك جربتي توقفين العلاج ورجعت الأعراض؟ بشدة. طيب أوكي ممتاز، واضح السؤال. طيب الأخت الفاضلة تسأل عن، طبعا هذا الحديث بيكون في العلاجات، لكن بما أنه في سؤال احنا ممكن نستغل الوقت ونتحدث عن هذه النقطة بالذات عشان نجاوب بشكل واضح للأخت الفاضلة، وأنا متأكد أيضا لكثير من المستمعين اللي قد يكون عندهم سؤال مشابه. عندما يبدأ الطبيب على دواء، يعني علاج دوائي، يعني عبارة عن حبوب علاج دوائي، لأنه في العلاجات الاضطراب، اضطرابات القلق، هناك عدة أشكال وألوان من العلاجات، علاجات دوائية اللي عادة مضادات اكتئاب، مضادات قلق وغيرها من مضادات اضطرابات القلق، علاجات غير دوائية تتعلق بتغيير نمط الحياة، العلاجات السلوكية المعرفية مع أخصائي علم النفس، ولها أشكال وألوان أيضا العلاجات السلوكية المعرفية، العلاج المعرفي السلوكي اللي هو ما يطلق عليه CBT، العلاج الشخصي، العلاج السلوكي اللي هو البيهيفرال ثيرابي، الاي ار بي او ما يطلق عليه بعلاج التعرض للمسبب يعني لاعراض القلق ومحاوله تخفيف اعراض القلق بالتعرض التدريجي لمسبب الخوف الى اخره. فالاخت الفاضله على علاج من فتره يعني طويله، وهي تسال طبيبها وتسال الاخصائي، طيب يا دكتور انا متى اوقف العلاج؟ وهم يردون عليها بقضيه انه العلاج امن وانت ممكن تستمر عليه. طيب طبعا الجواب يختلف باختلاف الأشخاص، فممكن يكون يعني الجواب اللي بتحدث عنه الآن هو جواب عام، لكن ممكن هو يفصل على حسب كل حالة على حدة. المنهجية العلمية فيما يتعلق بمتى أنا أوقف العلاج تقول كالتالي، تقول إنه إذا بدأ اضطراب قلق وشخص بشكل سليم اضطراب القلق عند هذا الإنسان، وكانت هذه أول نوبة لدى هذا الإنسان، أول نوبة، فعادة تستمر علاجات اضطرابات القلق، كان قديما يقولوا من 6 إلى 8 أشهر، الآن يقولوا لمدة سنة، وبعدها يتم الإيقاف التدريجي باشتراط أن يكون المستفيد على جلسات سلوكية معرفية وعلى علاجات تغيير أنماط حياة تخفف من فرصة انتكاسة الحالة. لكن في كثير من الحالات انه يعني احنا نبدا ايقاف العلاج بالتدريج، نبقي المريض على الجلسات السلوكيه المعرفيه وعلى علاجات تغيير نمط الحياه والمهارات الشخصيه في التعامل مع اضطرابات القلق، للاسف لا تفيد، لانه الاضطرابات القلق مثل اي اضطرابات باطنيه، على سبيل المثال مثل الصداع، هناك صداع خفيف بسيط جدا، مجرد علاج ومجرد بنادول مره في الشهر وانتهى الموضوع، ممكن يوصل الى درجه من الحده ان يكون صداع شقيقه شديد جدا جدا، يحتاج علاجات كثير ويحتاج احيانا تنويمات. فهناك درجات من القلق مثل اي اضطراب اخر، هناك بسيط، هناك متوسط، شديد، مقاوم للادويه، مقاوم للعلاجات. فالمنهجية تقول انه احنا نبدا نعمل تثقيف صحيح، نشخص الاضطراب بشكل سليم، إذا كان المريض لم يستفد على الجلسات السلوكية المعرفية اللي عادة تكون هي العلاج المبدئي قبل بداية أي أدوية، وتغيير أنماط الحياة وتعليم وتثقيف المريض بمهارات التعامل مع اضطرابات القلق، واضطررنا نبدأ على علاج أيا كانت العلاجات أو مجموعة من الأدوية يستمر عليها حتى تختفي الأعراض بنسبة عالية جدا، يعني يوصل إلى مرحلة من التعافي أكثر من 80-90% من اختفاء الأعراض، بعدها ب 8 أشهر إلى سنة ممكن إحنا نبدأ نعيد تقييم الحالة ونخفف العلاج بالتدريج. طبعا هذا يعتمد على نوع الأدوية، بعضها تخفف تدريجيا وبعضها ما في حاجة لتخفيفها تدريجيا، لكن بشكل عام تخفف بالتدريج، ويتم متابعة المريض تدريجيا، يعني عفوا بدون علاج، يسمونها فترة مراقبة بدون علاج لمدة 6 أشهر، لمدة مثلا سنة، بحيث أنه إحنا نتابع مدى انتكاسة الحالة وعودة الحالة. للأسف في كثير من الحالات يكون نوع الاضطراب أو نوع القلق اللي عنده من النوع الشديد اللي عادة سينتكس لو لم يكون في استمرار على العلاج. إذا انتكست للمرة الثانية الحالة، فيفترض، هنا اختلف المراجع، مراجع تقول إذا عاد الاضطراب مرة أخرى للمريض وأثر على حياته ووظيفيته، لا ننسى يا جماعة أنه إيش الهدف من العلاج الآن؟ الهدف من العلاج أني أنا أخلي الإنسان يعيش عيشة كريمة فاعلة فيها مرونة، فيها ازدهار، فيها استمتاع بالحياة، فيها وظيفية وعمل، هذا الهدف. إذا أنا وقفت العلاج ورجعت حياة الإنسان هذه تبهدلت، معناه أنا فشلت في خطة العلاج. معناه فين الأفضل؟ أني أنا أعيده على العلاج عشان أعيد له حياته، ولا لا اعيد له العلاج بحجه اني انا ما ابغى اكمل عليه الدواء عشان انا ما اقول انه المريض استمر على الدواء فتره طويله. فاذا كانت الحاله انتكست مره او مرتين،
يعني مجموعة كثيرة من المراجع تقول معناه نوع القلق أو الاكتئاب، أو القلق والاكتئاب المختلط لدى المريض من النوع اللي ينتكس بسهولة لأنه درجة متوسطة إلى شديدة، وبالتالي يوصى أنه يستمر على العلاج فترة أطول. طبعا الفترة هذه تختلف، قد تكون 5 سنوات، 6 سنوات، 10 سنوات، وقد تكون مدى الحياة إذا كان الإنسان وظائفه الجسدية، وظائف الكبد والكلى، لا يأخذ أدوية تتعارض مع الدواء إلى آخره إلى آخره. فمعناه أنه في كثير من الحالات، ليست السواد الأعظم يا أختي، لكن في كثير من الحالات يكون الجواب الشافي في مثل هذه الحالات أنه لا، تستمر على العلاج. إحنا بس نجرب في البداية، نجرب أن إحنا نوقف العلاج بالتدريج. لكن أنت ذكرت في حديثك أنه أنت سبق كان في تجربة في إيقاف العلاج، ورجعت الأعراض، أعراض القلق بشكل شديد ومزعج. حتى أذكر في عبارتك قلتي بشدة، يعني استخدمت عبارة بشدة، معناه نوع القلق والاكتئاب اللي عندك من النوع المزمن، من النوع اللي ينتكس بسهولة حتى عند إيقاف العلاج. وبالمناسبة هذا لا يعني أنك أنت أدمنتي على الدواء. 99.99% من أدوية مضادات القلق والاكتئاب لا تسبب الاعتماد ولا تسبب الإدمان. ليش قلت 99؟ لأنه في أدوية أخرى قد تسبب الإدمان، عادة تكون في حالات التنويم عندما ينوم المريض في المستشفى. طيب طيب يا دكتور، أنا خايف إني أنا يعني أنا بقية حياتي بستمر عليه، أنا خايف يسوي لي مشكلة في الكبد، في القلب، في الدم، في المخ، في الأعصاب. هذه الأدوية مختلفة مثلا عن المضاد الحيوي اللي الدكتور يعطيك لمدة أسبوع أسبوعين. هذه الأدوية مخصصة لاستخدامها لسنين، مثل أدوية السكر. مريض السكر يأخذ الإنسولين ويأخذ مخفضات السكر في الدم 8 سنين، 10 سنين، 20 سنة، 25، 30 سنة، خلاص، لأنها مخصصة ومصممة من المصنع بأنها تستمر عليها فترات طويلة. طبعا تحتاج متابعة وتحتاج فحوصات سنوية إلى آخره إلى آخره، كنوع من الأمور الاحترازية، لكنه لا يوجد ضرر من الاستمرار عليها إذا ثبت أن هناك حاجة للاستمرار عليها. إذا كملخص، بالعادة عند حصول أول نوبة من نوبات اضطرابات القلق، عادة نستمر بالعلاج من 8 أشهر إلى سنة. سابقا كانوا يقولوا من 6 شهور إلى 8 أشهر، وجدوا أنه من 8 شهور إلى سنة بعد اختفاء الأعراض أو تحسن الأعراض بنسبة كبيرة. وبعدها إذا كان المريض يخضع لجلسات سلوكية معرفية، لأنه طبعا الجلسات السلوكية المعرفية أو العلاج النفسي بشكل عام يخفف من فرصة الانتكاسة، يعزز مناعة الإنسان النفسية في الانتكاسة، بالإضافة إلى تغيير أنماط الحياة. ونجربه يعني يبقى بدون علاج لمدة سنة سنتين، إذا لم تعود الأعراض خلاص، إذا الحمد لله تعافى، يستمر في تطبيق المهارات اللي تعلمها مع الأخصائي النفسي ومع المهارات اللي تعلمها في تغيير أنماط الحياة، بحيث أنه يحاول يتعامل مع أي أعراض خفيفة لا تؤهل إلى تشخيص انتكاسة اضطراب نفسي. إذا عاد الاضطراب النفسي مرة أخرى وانتكست الحالة بما يؤثر على وظيفية الإنسان، معناه لا، نرجع للدواء. الهدف من الدواء أني أنا أعيد الإنسان هذه الحياة وحتى لو استمر عليها فترة طويلة، لكنه ليس هذا السواد الأعظم من الحالات. السواد الأعظم من الحالات عادة لا يحتاج أنه يستمر على العلاج، لكن ممكن يستمر على جلسات سلوكية معرفية أو تغيير أنماط حياة. أتمنى أكون جاوبتك على سؤالك يا أختي. شكرا لك، يعطيك العافية. وياك. يعطيك العافية دكتور محمد. وإياك. ننتظر كمان سؤال ولا نكمل؟ ممكن نكمل؟ طيب، إذا نبدأ الآن بالحديث عن الاضطراب الأكثر شيوعا. طبعا بالمناسبة، وكثير منكم قد يكون عنده خبر عن هذا الموضوع، إنه كان في مسح وطني عن الاضطرابات النفسية، إذا أحد سمع عنها، اللي هو انعمل عام تقريبا 2000 2004 اذا ما انا غلطان. المسح اللي عمل على تقريبا 4004 فرد، يعني 4004 ما بين 15 سنه الى 65 سنه. كان مركز الملك سلمان للابحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي، واستمر لفترات طويله. كان عام 2016 كان جزء من خطه عالميه من منظمه الصحه العالميه. وخلص المسح، طبعا هو مسح نفسي، مسح زي التعداد السكاني. وكان في طبعا اشخاص مدربين متطوعين واطباء واخصائيين وطلاب يمرون على المنازل ويعملون مقاييس معينه واسئله معينه. المهم، الرساله اللي بوصلها انه وجدوا انه اكثر الاضطرابات المنتشره في المجتمع السعودي كانت اضطرابات القلق.
فكان اضطراب قلق يسمى اضطراب قلق الانفصال، وأيضا الرهاب الاجتماعي، اضطراب ما بعد الصدمة، الاضطراب الانفجاري المتقطع إلى آخره من الاضطرابات، وجدونها الأكثر شيوعا في المجتمع السعودي. طبعا أعراض هذه الاضطرابات، معناه الموضوع شائع جدا، وخاصة اضطراب الرهاب الاجتماعي في مجتمعنا اللي عادة ينتشر في الأوساط المجتمعية اللي يكون فيها عادات وتقاليد قاسية وشديدة، لأنه كل ما زادت القوانين والمتطلبات من الإنسان عندما يواجه الجمهور، طريقة اللبس وطريقة الحديث وطريقة الجلوس في المجلس وطريقة الرد على كل سؤال، كل ما زادت فرصة حصول أخطاء معينة، وبالتالي خوف من أنه يبقى يعني أخطئ في الرد أو أخطئ في الكلام أو أخطئ في طريقة الحديث أو في طريقة الجلوس، أو متى أبدأ المجلس من اليمين أو من اليسار، أو كيف أرد على فلان. وهذا طبعا يزيد من الاضطرابات أو فرصة حصول اضطرابات القلق، وخاصة اضطراب الرهاب الاجتماعي. لكن أكثر أنواع الاضطرابات اللي نتحدث عنها اليوم هو على سبيل المثال اضطراب القلق المعمم اللي تحدثنا عنه، وقلنا أنه اسمه اضطراب قلق معمم، وتحدثنا ليش يسموه معمم، لأنه ليس مرتبط بموقف معين أو خوف معين. هو يعني كثير من المستفيدين لما يجون العيادة يقولوا: دكتور أنا عندي خوف، أنا عندي تفكير في المستقبل، أنا عندي ما أعرف من إيش، يعني أنا كل يوم أخاف من حاجة، اليوم أنا خايف من أنه يفصلوني من العمل أو أنه كذا، بكرة أنا خايف أنه يصير لي حادث، بعدها أنا خايف من المرتفعات، اليوم الثاني أنا خايف من كذا، يعني خوف عايم. حتى أحيانا يعني واحدة من تعريفاته أنه فلوتينج، يعني يعوم على سطح الماء ويلتصق بأي حاجة، اليوم خايف من كذا، بكرة خايف من كذا، بعدها خايف من كذا، ولهذا سمي اضطراب القلق. طيب أنا ما بدخل في تفاصيل التشخيص لأن هذه تخص المختصين، لكن الفكرة اللي أبغى أوصلها إنه أنا متى أقدر أشخص الإنسان هذا إنه عنده اضطراب قلق؟ عند مرور ما لا يقل عن 6 أشهر، تخيل 6 أشهر من هذا الاضطرابات المستمرة، ما لا يقل عن 6 أعراض. معناه مجرد خوف أو تفكير لمدة شهر أو شهرين أو أسبوع أسبوعين، حتى لو كان معاه تأثير في الوظيفية، لا يؤهل للتشخيص لاضطراب القلق. خلاص، عشان كذا تركوا فرصة، لأنه يعني ليش تركنا فرصة 6 أشهر، أو ترك الدليل بالأصح فرصة ل6 أشهر حتى يعطى فرصة الإنسان إنه هذا يجرب مهاراته في المرونة. احنا قلنا في الرفاهية النفسية إنه يكون الإنسان عنده مرونة، طيب أنا أعطيه فرصة يا أخي، ممكن هو يتأقلم ويتكيف مع هذا الموضوع. فعشان كذا أعطيت فرصة ال6 أشهر. مرة أخرى أؤكد أنه ما يعني أنه أنا أتركه بدون علاج وبدون مساعدة لمدة 6 أشهر، ممكن أنا أدعمه عن طريق التثقيف، عن طريق الشرح، عن طريق يعني بعض الأدوية الغير نفسية المساعدة على النوم مثلا، يعني مضادات الهستامين أو الميلاتونين أو الأشياء اللي هي العلاجات اللي لا تحتاج إلى وصفات، يسمونها علاجات over the counter، أو بالعربي علاجات تعطى فوق الاستقبال، أو من استقبال الصيدلية مباشرة بالطلب. فمعناه أنا أحتاج 6 أشهر في اضطراب العام حتى أشخص اضطراب العام. طيب إيش هي الأعراض اللي تستمر لمدة 6 أشهر وأشخص فيها الاضطراب؟ الأعراض طبعا كثيرة، لكن المطلوب هي ما لا يقل عن 6 أعراض من الأعراض التالية: خوف، تفكير في المستقبل لا يستطيع الإنسان التحكم فيه. الخوف والتفكير في المستقبل عندنا كلنا، احنا كلنا نحمل هم المستقبل، ونحمل هم الأولاد، وهم العمل، وهم الدراسة والوظيفة إلى آخره إلى آخره، لكن هذا الخوف مبالغ فيه لدرجة أنه يسرق من المريض معظم وقته في اليوم، لدرجة أنه يعني بدل هو ما يساعده على الاهتمام بمستقبله وبدراسته، يدهور، يصير خوف بناء، عفوا خوف هدام وليس خوف بناء. هذا المقصود بأنه خوف لا يستطيع، وتفكير لا يستطيع الإنسان أنه يسيطر عليه ويدهور وظيفيته وإنتاجيته في حياته. كثير من المستفيدين يقول لي: دكتور أنا من كثر الخوف والقلق اللي عندي أنا أخاف أفقد عقلي، أو أفقد ذاكرتي، أو أخاف إني أنجن، أو أخاف إنه فجأة كذا أوقف أو أموت. بعض أنواع الخوف المعمم خوف من الأمراض الخطيرة، انه انا خايف الدكتور ان انا عندي مرض غير مكتشف، لانه انا عندي اعراض في جسمي واروح للدكاتره يعملوا لي فحوصات تطلع طبيعيه، بس احس انه يمكن جهازهم ما هو كويس، او الدكتور ما كان يعني متمكن، فاروح لطبيب اخر، اروح لطبيب ثالث رابع خامس، ويستمر في هذا الموضوع ويضيع ماله ويضيع وقته في مراجعه يعني المراكز وعمل الفحوصات الى اخره. يطلق عليه احيانا الدكتور شبم، او التسوق الاطباء، التسوق في المراكز، انه يعني يصرف يعني عشرات الالوف سنويا حتى يتاكد من انه ما عنده هذا المرض اللي يخاف منه.
عدم الارتياح، اضطراب في النوم، يشعر الإنسان أنه على أعصابه. في مقولة مشهورة في الكتب يقول لك feeling keyed up or on edge، يعني يشعر نفسه أنه على طرف الكرسي. تعرف الإنسان القلقان عادة لما يجلس كذا متوتر، يجلس على طرف الكرسي ما يرتاح، يجلس فيه يعني يأخذ وقته، يأخذ مساحة الكرسي الخلفية كاملة، تجده يجلس على طرف الكرسي، يكون متوتر، تكون أكتافه يعني مقبوضة، تكون يديه مقبوضة، يكون عادة قابض، قبضة يده يعني مشدود، معظم الوقت يكون مشدود ما يعرف ليش، يعني كأنه ينتظر شيء سيحصل لا يعرف ما هو هذا اللي يحصل. ولهذا يشعر أيضا من ضمن الأعراض، يشعر بالإرهاق والإحساس بالتعب والإرهاق، يعني كأنه بعيد عنكم وعن انه وقع مثلا، وقع واشعر بالام في جسمه من كثر ما هو طبعا متوتر وشاد عضلاته. صعوبه في التركيز، وصعوبه ما يقدر يركز حتى على الاشياء المهمه، تجد يعني مخه مشغول، و يعني يفكر في امور كثيره قد احيانا تهدد حتى حياته اثناء القياده. اضطراب في النوم، اضطراب في الشهيه، كوابيس. هذه الأعراض ليست مرتبطة بمرض مثلا باطني، هذه واحدة من اشتراطات التشخيص. المرضى اللي عندهم مرض سكر على سبيل المثال، أو اضطراب مرض الضغط على سبيل المثال، أو بعض الاضطرابات المناعية، وبعض اضطرابات القلب اللي يحصل فيها أحيانا خفقان، قد تحصل فيها أعراض قلق وأعراض اكتئاب شبيهة باضطراب القلق، سواء العام المعمم أو غيره. وعليه لازم انا استبعد انه هذه الاعراض ما هي ناتجه عن انخفاض السكر، لانه انخفاض السكر عند مريض السكر يسبب اعراض مثل اعراض القلق. اوكي، ارتفاع هرمون الغده الدرقيه قد يسبب اعراض مثل اعراض القلق، وبالتالي لازم انا استبعد جزء اساسي من تشخيصي في اضطرابات القلق، ان يتاكد انه لا يوجد سبب باطني او دواء معين قد يسبب اضطرابات القلق، مثلا عند بعض الأطفال والناشئة أو حتى بعض الكبار اللي يعانون من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، إنه يأخذوا مثلا مادة منشطة لعلاج فرط الحركة وتشتت الانتباه، أحد أعراضها أنه قد تسبب أعراض القلق أو التوتر. لازم أتأكد إنه القلق والأعراض هذه ليست ناتجة عن مرض باطني أو دواء معين، سواء دواء نفسي أو غير نفسي. فهذه مجملا طريقة التشخيص، اللي هي هناك مجموعة من الأعراض تستمر لفترة معينة يحددها الدليل، في مثل هذه الحالة 6 أشهر على سبيل المثال. يعني قلق الانفصال نحتاج فقط 4 أسابيع في الأطفال والناشئة، نحتاج مثلا 6 أشهر في البالغين، ولازم نستبعد أي أسباب باطنية. وهذا طبعا وظيفة مين؟ هذه وظيفة المعالج، الطبيب النفسي، وظيفته أنه يستبعد أي مسببات قد تفسر أو قد تشرح وجود هذه الأعراض القلقية. كيف يعرفها؟ عن طريق التاريخ المرضي، عن طريق الفحص الجسدي، الفحص العصبي والفحص النفسي، وعن طريق الفحوصات المخبرية. تمام؟ العرض الآخر أو النوع الآخر من اضطرابات القلق هو اضطراب الرهاب الاجتماعي أو اضطراب القلق الاجتماعي، مشابه جدا لاضطراب القلق المعمم، لكن القلق عادة لا يكون عائم أو عام، يكون عادة مركز على موضوع الخوف من مواجهة الجمهور والخوف من الانتقاد. السواد الأعظم أو الجل الأكبر في الخوف عند الناس اللي عندهم قلق اجتماعي، هو قلق شائع جدا خاصة في مجتمعنا، المجتمعات العربية، أنه أخاف أنا أواجه الجمهور، أخطئ في حديثي أو في طريقة ردي أو في إلقائي مثلا، أو أكون أنا إمام في المسجد وأخطئ وينتقدوني الناس ويشككون في قدراتي، وبالتالي أنا أخاف من ويأتيني توتر. وطبعا إيش نتيجتها؟ نتيجتها التجنب، يبدأ يتجنب أنه ما يواجه الجمهور، وهذه تؤثر حتى على حياته ومصالحه، يصير ما يروح المقابلات الوظائف، وبالتالي ما يستطيع انه يتوظف، وبالتالي ما يستطيع يزدهر. صح؟ وهذه واحده من اشتراطات الرفاه النفسي والصحه النفسيه. عاده تكون يكون اضطراب الرهاب الاجتماعي او القلق الاجتماعي ممكن يحصل في الاطفال والناشئه بشكل مختلف، على شكل بكاء، على شكل رفض للمدرسه، على شكل صياح، واللي يسمونها التيمبر تانتروم، اللي هي الولد يقع على الارض ويصيح في المول مثلا، ويبدأ يقع على الأرض ويتقلب إلى آخره، ويرفض ويطلب الخروج من المكان أو العودة للمنزل إلى آخره إلى آخره.
فهذا مجملا هو اضطراب القلق. فأشهر الاضطرابات اللي تحدث عنها اضطراب القلق المعمم، اضطراب الرهاب الاجتماعي، اضطراب الانفصال، واضطرابات الرهاب المخصصة مثل اضطرابات الأماكن المفتوحة، اضطرابات الأماكن الضيقة، اضطراب المرتفعات. في مجتمعنا الحمد لله الاضطرابات الخاصة برهابات الحيوانات مثل اضطراب الخوف من القطط أو اضطراب من الحيوانات أو العناكب أو الأفاعي موجود طبعا، لكنه ليس بالأمر، يعني ليس بالأمر الشائع الحمد لله. في لكن طبعا علاجه والتعامل معه يعني مشابه للتعامل مع هذه الحالات. طيب إذا كان ما في سؤال ننتقل إلى المرحلة أو النقطة الأخرى اللي هي ما هي يعني سبل البحث عن علاج. يعني طب انا دكتور عندي اعراض معينه، انا ما اعرف، انا ما انا طبيب، ما اعرف اذا هذه اعراض قلق ولا اضطراب قلق، وما بعرف انا الاشياء اللي انت قلتها، استبعد كذا واستبعد كذا واعرف 5 اعراض او 6 اعراض لمده 6 اشهر. ابغى واحد يعني ينورني، ابغى واحد يثقفني، فانا اتوجه لمين؟ وكثير من الناس للأسف يكونوا ضحية لموضوع الوصمة النفسية. أنا ما بروح مستشفى صحة نفسية أو عند طبيب نفسي، موضوع الوصمة والناس ما يقولون أنه أنا مجنون أو أنا يعني عقلي وإدراكي ضيق، أو حتى ممكن عملي يعرف ويتأثر عملي أو وظيفتي، أو أهلي يعرفوا ويتأثر موضوع مشروع الزواج أو إلى آخره. طبعا الحمد لله الآن في التحول الصحي الجديد ورؤية 2030 والتحول الطبي الجديد، تم التركيز بشكل كبير على هذه النقطة، أنه طلب العلاج لم يعد حصريا على مستشفيات الصحة النفسية. مستشفيات الصحة النفسية الآن أصبحت مثلها مثل مثلا مستشفى الملك فيصل التخصصي، اللي عادة تحال له الحالات يعني الشديدة، الحالات المقاومة للأدوية، الحالات اللي تحتاج إلى تدخلات متقدمة، إلى تخصصات نادرة، تخصصات دقيقة، إلى آخر إلى آخر. تستطيع الآن أنك ترفع السماعة على رقم 937 وتستشير أي طبيب عن طريق المستشفى الافتراضي أو تطبيق قريبون. ممكن تمر مركز الرعاية الصحية الأولية لديك، إذا كانت المنطقة موجود فيها رعاية نفسية أولية، يستطيع طبيب الأسرة أو الطبيب العام المدرب أنه يعمل لك مقياس معين هو مدرب عليه ويحيلك بالطريقة السليمة. إذا احتجت ممكن يعمل لك تثقيف صحي، ممكن حتى يبدأك على علاج من المركز الصحي، ما تحتاج أنك تمر طبيب يعني طبيب نفسي. فالبحث عن سبل العلاج صار أسهل بكثير، لم تعد أنت مضطراً، يعني حتى لو كان عندك استشارة، مجرد استشارة أو مجرد سؤال، تستطيع أن تمر أقرب مركز صحي لديك وتسأل الطبيب: أنا أعاني أو عندي بعض الاستفسارات، أبغى رأيك في الموضوع. هناك فرصة أكثر من 70-80% بحسب موقعك أنك تجد طبيب أسرة، هو طبعا بطبيعة تدريب وأكيد مدرب، أو طبيب عام مدرب على أخذ التاريخ المرضي والفحص وتحديد شدة المرض، وما إذا كان هناك تشخيص من عدمه، وما إذا كان هناك حاجة للعلاج أو للتحويل إلى مركز متقدم أو مركز متخصص. فهذا ما يتعلق بأول نقطة اللي كثير من الناس ممكن يخافوا منها أو يجهلوها. النقطة الأخرى اللي أحب يعني أتحدث فيها فيما يتعلق بالتعامل مع حالات القلق والاكتئاب، أنه للأسف أحيانا يكون هناك ضعف في الدعم الأسري والدعم الاجتماعي أو دعم الزملاء، وينظرون لأعراض الخوف والقلق على أنها نوع من ضعف الشخصية، أنه لأنك أنت خواف أو يعني أنت ما عندك مهارات، يعني ما أنت شجاع، خليك رجال، خليك شجاع، خليك من بطل الحركات هذه، بطل كذا يا أخي، شد نفسك يا أخي، خليك من هذا الكلام. هذه كلها أفكار وهمية شيلها. ويعتقد الإنسان أنه الموضوع هو اختيار للمريض. طبعا هذا يزيد من الإحساس بالذنب عند المريض، يزيد من اهتزازه بثقته بنفسه. واحدة من أعراض القلق والاكتئاب أنه تنخفض ثقة الإنسان بنفسه عندما يسمع هذا الكلام من القريبين منه، يزيد اهتزازه بثقته بنفسه، يشعر أنه هو له ذنب في الموضوع. ممكن يصدق الكلام والحديث أنه أنا والله لأني ضعيف شخصية، أو لأني ضعيف دين، أو ضعيف ديانة، أو لأنه هذا عقاب أو عقوبة بسبب أنه أنا مثلا مقصر مثلا في الصلاة أو في المهام الدينية. وفي الحقيقة هو العكس، أحيانا القلق والاكتئاب يسبب تقصير في الأمور الدينية، يعني هو العكس، لأنه أصلا بدأت أعراض اكتئاب وعرض قلق، صار الإنسان عنده مشكلة في الإرهاق، مشكلة في التركيز، ومشكلة في عدم الرغبة في الذهاب أصلا للمسجد. فهي العكس، أعراض القلق تسبب أصلا يعني تقصير في الأمور والواجبات الدينية. المثال اللي أحب أقوله عادة للأقارب والزملاء في مثل هذه الحالة، أنه أنت ما تقدر تقول لمريض عنده ربو
مريض عنده ربو، كلنا نعرف ايش هو مرض الربو، اللي هو صعوبة وانقباض في مجرى الهواء، وصعوبة جدا في التنفس لأنه هناك يعني انقباض في القصبة الهوائية. صعب تقول له يا أخي ايش فيك، أنت ما تتنفس يا أخي، الهواء كثير يا أخي، خذ هواء يا أخي، تنفس، خذ نفس عميق، خليك من الجبن هذه، أنت ما أنت شجاع، ما أنت قوي، ما عضلات تنفسك ضعيفة يا أخي، شد نفسك، شوف الهواء مليان معبي الدنيا، هذا غير عادل ولا لا؟ يعني ما تقدر تقول مريض الربو هذا الشيء. ما تقدر تقول لإنسان جاه كسر تقول والله أنت عظامك ضعيفة، ولا لو أنت عظامك قوية ما جاك كسر، ما انكسرت. يعني هذا ظلم على المريض واتهام قد يؤثر حتى على ثقته بنفسه ويصدق. فالمفروض أنه يكون في دعم لهذا الموضوع. اضطراب القلق يعني ما له علاقة بالشجاعة ولا له علاقة بقوة الجأش ورباطة الجأش وقوة الشخصية وقوة التدين. صحيح أنه التدين والثقة والبهارات تقلل من فرصة حصول هذه الأعراض بشكل كبير، وتساعد الحمد لله في تجاوزها بشكل سريع، لكنها ليست مانعة 100%. يأتينا متدينين، يأتينا شيوخ، أئمة مساجد، أطباء، تمريض، أساتذة من كل بقاع يعني وطبقات المجتمع. لا يوجد يعني مناعة مطلقة لأي من أنواع يعني الأمور الاجتماعية أو الطبقات الاجتماعية أو الدينية. طيب أوكي دكتور، لازم علاج القلق يكون دواء؟ طب ما في أمور أخرى أنا ممكن أتبعها وأحاول أني أجرب؟ نعم، أصلا في الحقيقة الأدلة العلمية تقول العلاج الدوائي هو آخر شيء احنا نستخدمه، وعادة احنا نحجزه للحالات الشديدة، الحالات المزعجة، الحالات اللي فشل فيها العلاج السلوكي المعرفي أو لا ينفع فيها العلاج السلوكي المعرفي لوحده وتغيير نمط الحياة. طيب إيش الأشياء اللي أنا ممكن أسويها في المنزل أو بدون أنا ما أروح للأخصائي النفسي أو الطبيب النفسي، وممكن هي تساعدني في تخفيف أعراض القلق اللي يعني ممكن تساعدني بدون الذهاب للمتخصصين؟ واحدة من أهم مهارات التعامل مع القلق هو تحدي الأفكار أو تحدي الفكرة اللي مسببة للقلق. واحدة من أهم النقاط اللي تحصل في القلق أنه عادة أنا أخاف من المجهول، أخاف من شيء غير معروف. كثير لما أسأل المريض أقول له يا دكتور أنا عندي خوف، أنا عندي قلق، أنا عندي تفكير، لما أقول له طيب من إيش أنت خايف من إيش، يقول والله ما أدري يا دكتور. هو أصلا ما حدد الشيء اللي يخاف منه. عادة إحنا دائما عندنا طبيعة بشرية أنه عندما يكون هناك شيء مجهول عادة يكون شيء عملاق، يكون شيء كبير، يكون شيء يعني شاسع جدا في حجمه وكبره، لأنه أنا ما حددته، ما نظرت عليه، ما ركزت عليه وحددت أنه فعلا هذا حجمه. فلما أسأل نفسي أسئلة أقول أوكي أنا قلقان وخايف، أنا قلقان وخايف من إيش بالضبط؟ إيش هو أسوأ شيء ممكن يصير؟ أنا والله قلقان وخايف اليوم من المقابلة مثلا أو من الاختبار، طيب إيش أسوأ شيء ممكن يصير؟ تجد أنه خوفه مشابه لأنه أنا ممكن أموت، أنا ممكن أروح الاختبار ويجيني جلطة قلبية وأموت. لكن في الحقيقة إذا سأل نفسه طيب إيش أسوأ شيء؟ أسوأ شيء إني أنا ما أعدي الاختبار. طيب اوكي هذا شيء محزن اني ما اعدي الاختبار، لكن هل عدم تعديك للاختبار يساوي القلق اللي موجود عندك والخوف ان لك 3 ايام ما نمت، ان عندك خلف وقلق وتوتر، لك 3 ايام ما اكلت، لك 3 ايام حاجز نفسك في البيت، ما تقدر تسولف، ما تقدر تستمتع بحياتك، هل القلق اللي عندك يساوي المشكله اللي انت خايف منها بالفعل؟ السواد الاعظم من الحالات تجد ان القلق مبالغ فيه 10 اضعاف او 20 ضعف الحاجه الحقيقيه، لانه انا اصلا خايف اني انا انظر للمشكله اصلا او احللها او احددها او انظر لها على قدها. ما يمنع، احنا قلنا انه القلق والخوف البناء مهم لازدهارنا ولتطورنا، لكن بالحدود المقبوله المعقوله. لكن عندما يكون الخوف غير مبرر يعني اكبر من المشكله اللي انا فيها. فاذا تحدي الافكار، لما انا اقابل الناس هل فعلا الناس قاعده تركزني وتنتقدني؟ لما انا اتحدث مثلا في على الميكروفون هل فعلا الناس قاعده تركز علي وانا امام في المسجد وترتيلي للقران يعني ما هو دقيق او ما هو سليم؟ في الحقيقه ما في احد، يعني على قولنا بالعامي ما في احد درى عن احد. يعني انت والدليل انت لما تصف وراء احد من الائمه يمكنك ما انت مركز على كلامه ولا طريقته ولا خطأه، ولا انت بس يمكنك مشغول بامورك. وبالتالي لما انا اتحدى الافكار واكتشف انه الافتراضات اللي عندي واللي سببت لي الخوف في الحقيقه هي غير مبرره، هي غير مبرره. النقطة الأخرى في التعامل مع القلق أنه عادة طبيعة الإنسان أنه يتحيز للأحداث السلبية ويهمل أو لا يلقي بالا أو ينسى الأحداث الإيجابية. على سبيل المثال
يعني هو مثلا حضر للمسجد او سافر 10 مرات بالطائره، وفي 8 مرات كانت الامور كويسه، ومرتين حصل له بعض القلق والتوتر، لكنه الحمد لله استطاع انه يطلع الطائره. تحصل يركز على المرتين هذه وينسى ال8 مرات اللي نجح فيها، وبالتالي هناك تركيز على الاحداث السلبيه، الامور السلبيه اللي حصلت في حياتي، واهمال وتهميش للامور الايجابيه اللي حصل فيها نجاح، وحصل فيها يعني اجتياز وظيفيه وانجاز وازدهار وما الى غيره. المهاره الثالثه فيما يطلق عليها بموضوع الدائره المتوحشه. ايش هي الدائره المتوحشه في القلق؟ على سبيل المثال، مريض عنده اضطراب رهاب او قلق اجتماعي، فهو معزوم على الزواج على سبيل المثال، ومتوتر وخايف، فتجد انه اول ما يوقف السياره في مواقف مركز الافراح او قصر الافراح تبدا تاتيه اعراض الهلع، اللي هي خفقان في القلب، توتر، رجفه، جفاف في الحلق، ارتجاف، تغير في اللون، تغير في الصوت، ضبابيه في النظر، وبعضهم قد ياتي اعراض مغص او قولون معين، حرارة، عرق، توتر. إذا ركز على هذه الأعراض، هو عندما ينظر لهذه الأعراض ويركز عليها تزيد هذه الأعراض أكثر. يقول أنا ما دام أنا ملاحظ هذه الأعراض عندي، معنى الناس ملاحظين إني أنا خايف. فإذا هو بدأ يركز على هذه الأعراض، الأعراض هذه تزيد أكثر، وإذا زادت أعراض أكثر يزيد التركيز عليها من الشخص، فيزيد الخوف أكثر. عشان كده يطلق عليها دائرة متوحشة. كيف تكسر أنه ترى بداية الأعراض لا يلاحظها إلا أنت، ترى ما هم دارين عنك الناس. يعني موضوع التعرق والخفقان ما حد شايف قلبك يخفق، ولا حد قد يكون ملاحظ الحرارة اللي أنت تحس بها أو ضبابية النظر اللي أنت تراه، هذا أنت تحس فيه فقط. فإذا استطعت أنك تعمل كبت لهذه الأعراض المبدئية الآن، قد تتوقف الدائرة هذه وتبدأ تخف. كثير من الناس يقول لما أنا أضغط على نفسي وأروح، هي تقريبا 10 دقائق 5 دقائق يبدأ التوتر، لكن بعدها لما أضغط على نفسي وأحاول أني أنا ما أركز على هذه الأعراض تبدأ تخف بالتدريج، والأمور يعني تمشي بطريقة سليمة. واحدة من الطرق اللي أنا ممكن أنا أستخدمها حتى أنا أحاول أكسر الدائرة هذه والتركيز على هذه الأعراض والخوف من الانتقاد والتركيز، ما يطلق عليه بتقليل إيقاع التنفس، اللي هو تنفسات الاسترخاء. أنا ممكن أعملها وأنا في السيارة أو أنا في الموقف اللي عامل لي مشكلة، اللي هي أنه أنا أتنفس، أخذ شهيق في 4 عدات، ثم أكتم نفسي 4 عدات، ثم أخذ شهيق في عفوا زفير في 4 عدات، ثم أكتب نفسي في 4 عدات. في بعض المراجع تقول 4 عدات، 7 عدات، 8 عدات، يعني شهيق 4 عدات يعني سريع نوعا ما، ثم كتم نفس لمدة 7 عدات، ثم زفير لمدة 8 عدات، حتى تكون سهلة في قاعدة الأربعة أربعة أربعة في التنفس. فإذا إدراك أن الأعراض ليست ملاحظة للآخرين بقدر ما أنت تعتقد، مواجهة الموقف عبر سلم تدريجي. يعني واحدة من أهم العوامل والأمور المهمة اللي لازم يعرفها الشخص اللي عنده أعراض قلق، أنه كل ما أنا تجنبت مسببات الخوف والقلق لدي، كل ما زاد القلق، لن يخف القلق. كل ما أنا عرضت نفسي للأشياء اللي تسبب القلق والتوتر بالتدريج، كل ما قلت أعراض القلق بالتدريج مع الوقت. طبعا أنا ما أقول أنه عرض نفسك لكل مسبب القلق لديك، ممكن أنت تعملها على شكل درجات. يعني تقول أنا والله أخاف من الخروج والجلوس مع الناس، أنا سأبدأ الآن بالموافقة على العزومة أو العزائم اللي تأتيني من شخصين أو 3 أعرفهم، ثم بعدها أرفع العدد، ثم بعدها ممكن أنا يعني أستأذن في نص المناسبة بسبب أعمال أو أشغال. أبدأ أنا أقسم، يسمونه سلم الخوف أو السلم التدريجي في الخوف، أقسمها وأجرب نفسي. مثل الإنسان اللي يروح لنادي رياضي ويرفع أوزان معينة، يبدأ بوزن 5 كيلو، ثم 10 كيلو، ثم 15 كيلو، ثم 20 كيلو، بالتدريج. هذا يخفف من القلق، وهذا أصلا جزء من العلاج السلوكي اللي يطبقه عالم النفس أو أخصائي علم النفس الإكلينيكي في الجلسات السلوكية المعرفية أو الجلسات السلوكية. كذلك تطوير المهارات الاجتماعية، لا احنا كلنا نحتاج إلى تطوير مهاراتنا الاجتماعية. هناك دورات، هناك كتب، هناك مقاطع، هناك يعني مواد معينة ممكن تزيد من مهاراتي الاجتماعية، طريقة الحديث، طريقة الإلقاء، حركة اليد، الابتسامة، حركة العين، توزيع النظرات، التركيز على
كلامي وعلى نطقي وعلى طريقتي، وليس التركيز على نظرات الناس لي. هذه أيضا تعزز من تخفيف حالات اضطرابات القلق. إدراك أنه إذا حصلت نوبة الهلع، المقصود بنوبة الهلع الأعراض اللي ذكرناها: خفقان القلب، التوتر، التعرق، الرجفة، الحشرجة في الصوت، الضبابية أو نظرة النفق اللي يطلق عليها، أنه هذه النوبة ليست دائمة وليست مميتة. كثير لما نسألهم وعنده توتر من أنها تأتي هذه النوبة، نكتشف أنه والله خايف أنها قد تكون هذه علامات نوبة قلبية أو جلطة قلبية، عندما أنا يكون أنا عفوا عندي قناعة أنه هي مهما استمرت هي مؤقتة وستنتهي، وعمرها غير مميتة، لم يمت أحد قبل كذا من نوبة هلع نهائيا. فلما أنا أصل لهذه القناعة، هذه تساعدني بشكل كبير على التعامل مع حالة القلق. واحدة من أهم الأعراض اللي تحصل عند وجود نوبة هلع ما يطلق عليها اللي هي حالة الانفصال، أو يطلق عليها بالإنجليزي dissociation، اللي يشعر الإنسان أنه مفصول عن جسده، كأنه في حلم، أو كأنه يعني ما يحس، يأتي تنمل في جسمه ويشعر أنه طلع من جسده، أو يشعر أنه كأنه في فيلم أو أنه هو غير حقيقي. صعبة يعني وصفها، صعبة. عادة المريض يشعر بشيء غريب عنده. فواحدة من الأشياء اللي تساعد على تشتيت هذه الحالة من الانفصال عند وجود نوبة الهلع ما يطلق عليها بممارسة التيقظ أو التأريض. التفاصيل فيها كثير، لكن حتى نفهمها جميعا هي قانون 5-4-3-2-1. 5-4-3-2-1. أنا أبغى أعيد نفسي للالتحام والاتصال بالواقع، لأنه أنا عندي الآن انفصال عن الواقع. طيب أنا أبغى أرجع أتصل بالواقع. كيف أتصل بالواقع؟ أبدأ أعد 5 أشياء أراها، أركز على 5 أشياء أراها الآن. أنا الآن أرى الشاشة قدامي، أنا الآن أرى الجدار، أرى الطاولة، أرى الجوال، أرى علبة الموية، أشوف القلم. تعد 5 أشياء تراها، ثم تعد 4 أشياء تسمعها. أنا أسمع صوت المحاضر الآن، أسمع صوت طنين، صوت المكيف، صوت المروحة، صوت السيارات في الشارع، صوت الزجاج، كوب الزجاج على الماسة. أبدأ أعد 4 أشياء أسمعها، ثم أعد 3 أشياء أحس بها. 3 أشياء أحس بها: أنا أحس بالكرسي، بضغط الكرسي على جسمي، أحس بضغط السماعة الأذن إذا أنا لابس سماعة أذن، أو أحس بملمس ملمس الجوال في يدي، ملمس القلم في يدي. أعد 3 أشياء، ثم أعد 2 شيئين أشمها، أستطيع أني أنا أشمها. أنا أشم القهوة، أشم عطر، أشم الصابون يعني. ثم أعد شيء واحد أنا أحس بطعمه الآن، سواء طعم الشاي أو طعم القهوة أو طعم الماء اللي أنا أسمع فيه، اللي أنا عفوا أطعمه. فيسمونها قاعدة 5-4-3-2-1. 5 أشياء أراها، 4 أشياء أسمعها، 3 أشياء أحس بها، 2 شيئين أشمها، وواحد أتذوقه. هذا يعمل تأريض، يعني يعمل اتصال بالواقع، ويخفف حالة الانفصال، وبطريقة غير مباشرة يخفف من نوبة الهلع. المهارة الأخرى اللي ممكن احنا نتعلمها، نعم جميل دكتور، يعطيك العافية. ممكن نشوف إذا في أحد عنده تساؤل من المستمعين؟ إذا في أحد حاب يدخل عنده تساؤل؟ تفضل أستاذة تهاني. مساء الخير، مرحبا، حياك الله. مساء النور. أنا عندي مشكلة حصلت لي قبل فترة، عادي أطرح مشكلتي وتسمعونها؟ تفضلي. أنا حصلت لي مشكلة في أيام التريننج، كان عندي تدريب في مستشفى، وكانت الهيد علينا كذا، صار موضوع بسيط وصرخت علي، فمن صرختها علي أنا خلاص ما أقدر أتصرف، ما عاد قدرت أتصرف. تجيني الحين عروض وظيفية، مقابلات، ما أبي أطلع ولا أبغى أروح أقابل الناس. حضرت مقابلة وظيفية واحدة، ما عاد قدرت أتكلم، تلعثمت وطلعت وتركت المقابلة، ما عاد قدرت. وحاليا أنا منعزلة، شهيتي للأكل منعدمة، أنام ساعتين، ما أقدر أواجه المجتمع، أحس صار فيني زي الرهاب الاجتماعي، ما عاد أقدر أسوي ولا شيء. نعم، سلامات، ما تشوف الشر إن شاء الله. طيب، ممتاز، أنت ذكرتينا بنقطة مهمة أنا ممكن أتحدث عنها الآن. إيش هي أسباب ليش يحصل اضطراب القلق عند بعض الناس، أو أحد اضطرابات القلق، وما يحصل عند الناس الثانيين؟ إيش هي، ما هي أسباب ومسببات اضطرابات القلق؟
الجواب المختصر: إلى الآن لا نعلم 100%، علميا لا نعلم 100% ما هي المسببات المطلقة الحقيقية اللي احنا متأكدين منها في 100% في أسباب القلق، لكن نعلم أن هناك محفزات وعوامل ومحكات تزيد من فرصة حصول اضطرابات قلق عند أشخاص أكثر من غيرهم. على سبيل المثال، يعني اثنين راكبين في سيارة يصير لهم نفس الحادث بعيد عنا وعنكم، واحد يأتي كسر في الساق والثاني لا يأتي رغم أنه نفس الحادث، فمعناه هذا قد يكون عنده قابلية أنه يأتي كسور بسبب هشاشة في العظام أو بسبب كسر سابق إلى آخره. معناه أنه أحيانا الضغوط المجتمعية أو المواقف المجتمعية قد تسبب تحفيز لاستعداد سابق جيني او وراثي او كيميائي لدى الانسان بحصول اعراض القلق. ما اقدر اقول انه الموقف اللي حصل لك هو السبب الرئيسي لاضطرابات القلق، لكن قد يكون هذا الموقف من الاشياء اللي حفزت اعراض القلق لديك. قد يكون عندك اعراض قلق سابقه، طبعا تحتاج جلسه مطوله مع طبيب نفسي لعمل تاريخ مرضي يعني مفصل وفحص نفسي مفصل وفحوصات معينه زي ما اتفقنا في التشخيص، لكن مجملا حتى يكون شيء مفيد يعني للمساحة، أنه على الأرجح هناك أعراض سابقة قبل هذا الموقف. هناك أعراض ولو أنها خفيفة، يعني سواء في الطفولة في المراهقة هناك نوع من الشخصية القلقة أو التوتر. وعلى فكرة الشخصية القلقة عادة تكون شخصية منتجة، شخصية يعني عادة تكون يعني ما لا ترضى بالقليل، تجدها دائما ترهق نفسها في البحث عن يعني الإنتاجية العالية والدرجات العالية، لا يرضى ب99 فعلا يحب انا ليش لازم 100%. انا كل دراستي توب وانجازاتي مره يعني توب كلها ما شاء الله، بس ما ادري حصل لي هذا الموقف خلاص احس ما عاد اقدر اواجه احد. لكن قبل هذا الموقف حصل لك انه كان عندك اعراض قلقيه او توتر او ايوه مخاوف في تاريخك الماضي؟ اي تراكمات بالضبط من الطفوله. بالضبط. فقد يكون هذا يعني على قولهم، تعرف المثل اللي يقول لك القش التي قسم الظهر الجمل، ايوه يعني هي هذه كانت يعني الحادث اللي اثار اعراض القلق. طبعا لا يعني انه انت عندك اضطراب قلق، قد يكون هذا يعني موقف سبب لك طبعا صدمه معينه. مرة أخرى أؤكد على نقطة أنه لا يعني أنه أنت لأنك أنت ما أنت شجاعة، شخصيتك ما هي قوية، يعني تدينك ليس قوي نهائيا، لا يعني. سبحان الله، تحصل للإنسان، تحصل لجنرال أو ضابط في الشرطة رأى يعني القتل ورأى المشاهد اللي يعني ممكن يعني تمرض أي إنسان وتحصله ما تأثر، وفي موقف بسيط ما له علاقة بالحرب، في موقف أو في مسجد أو في عرس بدأ يأتي أعراض القلق. إحنا ما نعرف ليش تحصل، لكن ما لها علاقة بالشجاعة أو قوة الشخصية. أول خطوة يا أختي الفاضلة أنه أولا نشخص التشخيص السليم. طبعا الأمور اللي إحنا تحدثنا عنها اللي هي مهارات التعامل مع القلق، وأركز في حالتك على موضوع التعريض نفسي للأشياء اللي تسبب القلق لدي بالتدريج عن طريق السلم التدريجي للخوف. أبدأ أدرب نفسي بالتدريج أني أنا أطلع نفسي أعمل مقابلة وأقول في نفسي خليني ما أعدي في المقابلة. خلاص، وش أسوأ شيء ممكن يصير لما أروح المقابلة؟ ما هو أسوأ سيناريو حيحصل لي؟ أسوأ سيناريو إني أنا ما أنقبل، صح؟ يعني ما حموت، ما حفقد واحدة من يديني، ما حتجيني جلطة في القلب، ما حيشيلوا علي جنسية، ما حيطردوني من القبيلة. يعني لازم أنا أكون واقعي في خوفي من الموقف. الموقف صحيح مقلق، صحيح متعب، صحيح أنا ما أبغى النتيجة هذه تحصل، لكنها واحدة من النتائج اللي ممكن تحصل وهي محزنة ومزعجة وممكن أنا أتعلم منها، لكنها ما هي بالشكل اللي أنا قلقان فيه. فأبغى نبدأ أعلم نفسي، أروح أعرض نفسي لهذه الأعراض القلقية اللي مسببة للقلق، لأنه لازم أنا يكون عندي قناعة زي ما تعلمت أنه كل مرة أعرض نفسي لهذا الموقف كل ما خف القلق شوي شوي بالتدريج، لكن كل مرة أنا أجنب نفسي لهذه الأمور حيزيد القلق. إذا حسيت أني أنا ما أقدر أني أتعامل مع هذا الموضوع بنفسي، إذا أنا أنصحك أنك تعرضي نفسك على أخصائي أو متخصص، ما هو شرط يكون طبيب نفسي، ممكن أخصائي علم نفس إكلينيكي أو طبيب أسرة متخصص في العلم في الرعاية النفسية الأولية، يبدأ يعمل التشخيص السليم. احنا اتفقنا انه واحدة من الاشياء اللي لازم نتأكد منها نستبعد الامراض الباطنية اللي قد تكون تسبب او تفسر بعض اعراض القلق ويكون علاجها علاج باطني. اذا تأكد التشخيص نبدأ نحدد الخطة العلاجية اللي هي بالجلسات السلوكية المعرفية، التثقيف الصحي، تعزيز نمط الحياة الفاعل والايجابي الى اخره. اذا ما نفعت هذه الامور واضطررنا الى بدء علاج معين او دواء معين، ما يمنع نبدأ علاج معين لفترة مؤقتة وبعدها نترك العلاج لفترة معينة ونشوف هل تعود الحالة أو لا تعود الحالة، وبعدها نعمل بعد كذا. طيب يعطيك العافية. وياك. أختي
أميرة؟ مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. شكرا دكتور على كلامك، جدا واضح وموجز. بس أنا عندي سؤال بخصوص كيف ممكن نفرق إذا كان هذا الشخص عنده ADHD أو General Anxiety Disorder أو أي اضطراب من اضطرابات القلق، خاصة إذا تشخص في عمر أكبر من عمر ال من عمر 12 سنة مثلا. نعم، ممتاز. أنا أفترض أنه أختي فاضلة متخصصة، صح؟ ممارسة؟ أيوة. نعم، لأنه هذا سؤال واحد ممارس. طيب، ممتاز. ممتاز. طيب، السؤال مهم جدا، تسأل عن كيف نفرق بين فرط الحركة وتشتت الانتباه وبين اضطراب القلق. معلش، في صدى في الميكروفون، إذا نعمل ميوت بعد إذنكم. طيب، فالأخت تسأل عن فرط الحركة وتشتت الانتباه وكيف نفرق بينها وبين اضطراب القلق. سؤال الحقيقة مهم ومتشعب ومعقد، لكن باختصار، لأنه فعلا هذا السؤال الممارس عادة يرى هذه الحالات ويجد صعوبة، وهي على فكرة من الأشياء الصعبة اللي يواجهها الممارس، يعني ليست بالأمر السهل. يحصل أحيانا سوء في التشخيص، يشخص على أنه قلق، أو العكس، قلق يشخص على أنه فرط حركة وتشتت الانتباه. هناك طبعا جدول، في موجود جدول حتى في التكست بوك، تفريق بين فرط الحركة وتشتت الانتباه وبين اضطرابات القلق أو الاضطرابات النمائية الأخرى. لكن أهم الأمور اللي يسمح فيها الحديث اليوم، أولا، عادة فرط الحركة وتشتت الانتباه تبدأ أعراضه منذ الطفولة. يعني ما عمر فرط حركة وتشتت الانتباه، بحسب طبعا الدليل التشخيصي اللي احنا نتكلم فيه، اللي هو DSM، اللي هو الدليل الجمعية الأمريكية للطب النفسي أو المنظمة الصحة العالمية، يجب أن تبدأ أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه من الصغر، يعني في عمر الطفولة، 6 سنوات، 8 سنوات. لما إذا سألت، وعشان كذا التاريخ المرضي مهم جدا، التاريخ المرضي وتفصيل التاريخ المرضي وأخذ التاريخ المرضي من الأب والأم، اللي يطلق عليه طبعا بين الممارسين الكولاترال هيستوري، أو التاريخ المرضي الجانبي عن طريق الأم أو الأب أو المربي أو المسؤول عن الحالة. لما أنا أسأل عن الطفولة وأسأل عن المدرسة وعن الدراسة وعن النمو وعن هذه الأمور، وأكتشف أن هذا الإنسان لم تكن لديه أي أعراض إلا بعد ما صار عمره 18 و19، هذا يرجح أنه هذا ليس فرط حركة وتشتت الانتباه، لأنه المفترض بحسب التعريفات فرط تشتت الانتباه يبدأ منذ الطفولة، قد لا يشخص بالشكل السليم، قد يكون له ميس دايجنوسز أو يفوت عليهم التشخيص. لكن لما نسأل الأم أو الأب يقول أي دكتور، والله كان حركته كثير، كان عنده مشكلة في الدراسة، كان يطلع من الصف، كان انفعالي، كان اندفاعي، كان نعاني معاه في موضوع التركيز والدراسات والاختبارات. فهذا أهم فرق، اللي هو بداية المرض، بداية يعني الأونست أو بداية المرض، هذا أهم الفروقات. الفروق الثانية، طبيعة الأعراض الموجودة عند الإنسان. عادة تشتت الانتباه وفرط الحركة عند الكبار يظهر على شكل تشتت انتباه فقط، هذه واحدة من الخصائص عند تشتت الانتباه وفرط الحركة، أنه إحنا نشوف فرط الحركة في الأطفال، ومعروف أنه فرط الحركة يخف مع العمر حتى بدون علاج، ويبقى موضوع تشتت الانتباه. ويظهر تشتت الانتباه عند الكبار على شكل صعوبة في التركيز، على شكل أفكار حالمة، تجده يضيع في أفلام داخل مخه، يفكر في أمور كثيرة، ممكن أنت تسأله سؤال قصير جدا يناظر لك يقول لك معلش دكتور أنا ما انتبهت للسؤال، ممكن تعيده لي مرة ثانية. عنده صعوبة في إتمام الأعمال اللي تحتاج تركيز، عنده مشكلة في حتى الأمور اللي قد يفهمها الكثير أنه هذا الإنسان بليد أو أنه غبي، لدرجة أنه ما يقدر حتى يقوم بالأعمال الرياضية البسيطة، يعني ما يقدر يطرح 7 من 100، وفي الحقيقة لا، هو ذكي، لكن عنده مشكلة في تشتت الانتباه، عنده مشكلة في التركيز. فرط الحركة وتشتت الانتباه قد يؤدي إلى أنه الإنسان هذا يكون انفعالي واندفاعي، ويبدأ يسيء استخدام بعض المواد حتى يحاول يخفف من مشكلة التركيز اللي عنده، فقد يقع ضحية لسوء استخدام الكوبتاجون أو الشبو أو المواد المنشطة اللي هي الغير طبية. سؤالك كممارسة مهم جداً،
أول خطوة هو بالعرض على متخصص، سواء طبيب نفسي أو أخصائي علم نفس كلينيكي، وأخذ تاريخ مرضي نفس مرضي مفصل وفحص نفسي مفصل للتأكد مما إذا كان هناك الحقيقة هو فرط حركة وشتت انتباه أو اضطراب قلق. اضطراب القلق عادة يكون مركز على موضوع الخوف، موضوع التوتر، أنا يا دكتور أخاف من مقابلة الناس، من مواجهة الناس. طيب هل أنت تخاف لأنه ممكن ينتقدونك ما تعرف تجاوب؟ لا، أنا أحيانا أتجنب الذهاب. فلما نفرغ، يعني نأخذ التاريخ المرضي بشكل سليم بدون الدخول في التفاصيل الطبية، نبدأ نستطيع يعني التفرقة بينهم. الأمر صعب الحقيقة، ما أقول لك أنه بسيط أو سهل. فعلا من الأشياء الشهيرة في أنه في سوء تشخيص لتشتت الانتباه وفرط الحركة عند الكبار، عند البالغين، أمر شائع جدا ومشكلة واقعة فعلا في الوسط الطبي في سوء تشخيص مثل هذه الحالات. يعطيك العافية دكتور محمد. الأخت شروق عندها بعد سؤال. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. في البداية حابب أمسي على الجميع الحضور، كان باسمه كله برسمه، وكذلك حابة أشكر جمعية إشراق على جهودها بنشر الوعي الصحي، كذلك حابة أشكر جزيل الشكر دكتور محمد. سؤالي دكتور محمد، ما هي حقيقة تحول القلق المستمر إلى مشاكل صحية جسدية كما في الميتا هيلث؟ هل توافق الرأي هذا، كثرة المشاكل والضغوط النفسية تؤدي إلى مشاكل صحية جسدية كما في الميتا هيلث؟ ممتاز. طيب الأخت الفاضلة تسأل هل اضطرابات القلق أو اضطراب القلق المعمم قد يسبب مشاكل صحية جسدية، يعني مشاكل صحية عضوية؟ فهمت السؤال صح؟ صحيح. طيب نعم، الجواب نعم، اضطراب القلق يسبب أعراض جسدية عضوية، بل إنه أشهر أنواع الاضطرابات العقلية النفسية اللي تسبب أعراض عضوية جسدية لدى الإنسان. والدليل إنه اضطرابات القلق بالذات هي أكثر الاضطرابات النفسية اللي عادة اللي يعاني منها يراجع أولا أطباء باطنة أو أطباء أنف وأذن أو أطباء قلب، أو يراجع الطوارئ، لأنه يعني يظهر لدى المريض أو يعتقد خطأ أن الأعراض اللي عنده هي أعراض مرض نفسي، مرض جسدي. فلما تأتي عند الإنسان نوبة هلع يشعر أنه عنده مرض في القلب لأنه ظهر على شكل خفقان قلب، فيذهب لطبيب القلب يشك أن لديه مرض في القلب. بل انه الامر الشائع يعني عاده الطبيب النفسي او المتخصص النفسي عاده يكون رقم 3 أو 4 لدى الشخص اللي يعاني من اضطراب القلق، لا يكون رقم 1. عاده يكون المريض هذا مر على اطباء باطنه. واحده من الاعراض اللي تظهر اللي ما اسعفنا الحديث انه الوقت انه نتحدث عنها في اعراض القلق، حاجه ما يطلق عليها باللقمه الهستيريه. اللقمه الهستيريه هي يشعر الانسان بغصه في حلقه، يشعر كانه عنده انسداد في الحلق، وسببها هو توتر. احنا قلنا من ضمن الاعراض هو شد في عضلات الانسان لانه متوتر وعلى اعصابه واون ايدج على قولهم، وجالس على طرف الكرسي وقابض نفسه وقابض عضلاته. ومن ضمن العضلات اللي يتم فيها انقباض هي عضلات البلع وعضلات الحبال الصوتيه، فبسبب انها متشنجه ومضغوطه يشعر الانسان كان في قطعه موجوده في حلقه، عندما يبلع يحس بها، فيحس انه قد يكون عنده لا سمح الله ورم في الحلق، او انه والله غص بشيء معين وما انتبه له، ويذهب لاطباء الانف والاذن والحنجره او اطباء الطوارئ ويطالب بموضوع منظار وموضوع فحص، يا دكتور انا احس انه عندي غصه الى اخره. فجوابا على سؤالك نعم، الجواب نعم هناك، بل انها من الاعراض الاساسيه لاضطرابات القلق. يعني اعراض نوبه الهلع هي ايش بالضبط؟ هي عباره عن خفقان في القلب، نبضات، ارتفاع نبضات القلب، توتر، رجفة، تغير في اللون، ارتفاع بالحرارة، نظر ضبابي، يعني يشعر انه كان ينظر من داخل نفق، خفقان في القلب، تنمل، يعني زي يشعر كأنه مبنج او كأنه ما يشعر يعني بالحرارة او البرودة. بعضها يأتيهم اعراض جهاز هضمي، ولهذا انتشر مقولة القولون العصبي، انه انا اشعر بقولون عصبي، ويروح لاطباء الباطنة. طبعا يوجد اضطراب منفصل اسمه اضطراب القولون العصبي او الاي بي اس، لكنه الشائع مع اضطرابات القلق. فاضطرابات القلق قد تسبب أعراض عضوية جسدية ملموسة، وقد تسبب أيضا اضطرابات عضوية،
يعني قد تسبب اضطرابات عضوية زي اضطراب القولون العصبي، زي خفقان القلب، وقد تكون مرتبطة في بعض. فجوابا على سؤالك، نعم، على شكل أعراض يعني ملاصقة لاضطراب القلق، وعلى شكل أعراض منفصلة قد يضطر فيها المريض أنه يذهب إلى أطباء الباطنة. لا ننسى أيضا أنه أحد شروط تشخيص الاضطرابات القلق أنه نستبعد المسببات العضوية اللي قد تسبب أعراض قلقية. اتفقنا في الدليل التشخيصي أنه واحدة من الأشياء اللي ممكن تسبب أعراض قلق وقد يشخص المريض خطأ أنه عنده اضطراب قلق، أنه عنده انخفاض في السكر لأن عنده سكر وجرعته غير مضبوطة مثلا، أو فيها يعني سوء في التوقيت، وبالتالي يكون عنده انخفاض في الضغط. انخفاض الضغط، عفوا، انخفاض السكر لدى مريض السكر يسبب خفقان في القلب، يسبب تعرق، يسبب خوف، يسبب نوبات هلع، تنفس سريع، تغير في اللون، كذلك ارتفاع هرمون الغدة الدرقية قد يسبب كذلك اعراض القلق. فهي الاثنين صح، اضطراب القلق قد يسبب اعراض عضوية واضطرابات عضوية، والاضطرابات والاعراض العضوية قد تسبب ايضا اضطراب قلق. جميل، يعطيك العافية دكتور محمد. في ممكن ناخذ آخر سؤال؟ تفضلي رزان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. دكتور، عندي سؤال بخصوص يعني أي دكتور يعني ممكن يوصف دواء نفسي للقلق. لو رحت وقلت له إنه عندي أشتكي أنا من ستريس وكذا، متى أقرر إنه آخذ الدواء أو لا؟ وأنا عارفة إنه يعني لو يعني دايما يقولوا لو عطل ال يعني التاسكس اليومية، بس يعني أنا متى أقرر؟ يعني هي ups and downs، متى أقرر؟ طيب، السؤال أنه إذا قرر الطبيب أو نصح الطبيب أنك تأخذي الدواء، علاج الدواء، فكيف أنا أحدد هل أنا أحتاج الدواء هذا وأبداه، ولا أرى أني أنا أؤخر بدء العلاج وما أخذه؟ هذا فهمت سؤالك صح؟ أيوة، يعني سهل أنا أروح لدكتور وأقول له عندي قلق على طول حيدوني، يعني أنا قد رحت مثلا لدكتور أو دكتورين ويدوني على طول، حسيت إنه بسهولة أدوني وصفوا لي الدواء بدون يعني أنا ماني عارفة هل أحتاجه أو لا، لأنه يعني بدون مناقشة إيش الخيارات الأخرى في العلاج، قصدك أيوة يعني ما ناقشوكي في الخيارات أيوة زاد الأخرى. إنه قرار أنا أوكي، بالنسبة لي كبير إنه أنا أبدأ دواء ما حقدر أوقفه بسهولة، يعني له تبعات يعني. أوكي، تمام. طيب، طبعا السؤال هذا مهم وفيه شقين. الشق الأول، هل يحق للمريض أنه يختار يبدأ العلاج، أي علاج يقرر أو يوافق مع الطبيب أنه يأخذه أو يختار تأخيره؟ الجواب نعم. في اضطرابات القلق، اضطرابات القلق من الاضطرابات النفسية اللي لا يمكن يعني ما فيها تأثير على اتخاذ القرار السليم والحكم السليم والإدراك والاستبصار، مثل الاكتئاب، مثل الوسواس القهري، مثل هذه الأمور. وبالتالي من حق المريض أنه هو يقرر أو يوافق على أخذ الدواء، بل أنه حتى من حق المريض خاصة إذا كان متعلم أنه يناقش، عفوا، الطبيب في نوع الدواء إذا كان هو قرأ عن الأدوية. طبعا في النهاية الموافقة النهائية والتقرير النهائي للطبيب، لكن الزبدة أنه من حق المريض في مثل هذه الحالة أو المستفيد أنه يناقش الطبيب في أخذ العلاج. طيب، الشق الآخر اللي ذكرته الأخت، أنه يعني في أمر سهل، أني كل ما أروح للطبيب نفسي على طول يبداني على دواء. طبعا هذه طريقة غير مثالية، أنا طبعا ما أبغى أتهم أطباء معينين، لكن هذه إشكالية في الطب بشكل عام وليس الطب النفسي. يعني لو رحنا لطبيب الباطنة أو طبيب الأنف والأذن أو طبيب العيون أو طبيب الجراحة أو طبيب الجلدية، نجد أنه هذا الترند أو يعني هذا الأمر يعني خلينا نسميه موجود، لكنه يعني إن شاء الله ما يكون شائع. فهي
حاجة موجودة وشائعة، وطبعا هي غير مثالية خلينا نسميها. الشيء المثالي أول خطوة في التشخيص السليم، أنه واحدة من الأشياء اللي عادة يعني لا تتم في العيادات النفسية، خاصة في المراكز الخاصة، أنه ما يعطى المريض وقت كافي. اللجنة الصحية النفسية، لجنة تعزيز الصحة النفسية السعودية، حددت أنه عند معاينة مريض نفسي أو مستفيد يعاني من اضطرابات نفسية لأول مرة، حددت 30 دقيقة إلى 45 دقيقة، خلينا نقول 25 ل 30 دقيقة كأول جلسة، بحيث أنه يستطيع الطبيب أنه يسأل جميع الأسئلة ويتأكد من جميع يعني الأمور المهمة للتشخيص السليم. لما يجلس معك الطبيب النفسي لأول مرة فقط 5 دقائق، هذا أمر غير سليم، لأنه إيش حيمديه يتكلم ولا يسأل عنه في 5 دقائق؟ يختلف عن طبيب الباطنة مثلا. طبيب الباطنة عنده فحوصات، يستطيع أنه يجلس معك 5 دقائق ويعمل لك 4 5 فحوصات، وهذه تساعده في التشخيص. في الطب النفسي أنا ما عندي فحوصات تشخص اضطرابات نفسية، أنا عندي فحوصات تستبعد أعراض باطنية قد تفسر الأعراض النفسية، وبالتالي الجلسة المفصلة الدقيقة في أول مرة مع المريض مهمة جدا جدا، لا يوجد غنى عنها. لأنه يعني في الطب النفسي المختبر والأشعة هو الطبيب نفسه اللي يؤكد منها. طيب، يعتمد بدء العلاج على زي ما اتفقنا، على درجة والتشخيص، على درجة التشخيص ونوع التشخيص. فإذا كان نوع التشخيص عالي يعني شديد، واضح أنه رأى الطبيب أو الأخصائي النفسي أنه ما حيكون في استجابة أو تحسن على الجلسات السلوكية المعرفية. أعطيك مثال، مثلا اضطراب القلق المعمم الشديد جدا اللي المريض موجودة على طول عنده نوبات الهلع بشكل مستمر يوميا، المريض هذا ما هو قادر حتى يركز مع الأخصائي النفسي في الجلسات السلوكية المعرفية في الأساس، اللي تحتاج تركيز وتحتاج جلسة وتحتاج كذا، فقد يضطر الطبيب أنه يبدأ علاجات. لكن عمر الدواء الكيميائي او العلاج او العقار عمره ما كان الخطوه الاولى في اضطرابات القلق من الدرجه البسيطه للمتوسطه. يفضل اولا انه احنا نتحدث عن فرصه عمل جلسات سلوكيه معرفيه، تغيير نمط حياه، تعليم وتثقيف المريض بمهارات معينه للتعامل مع اعراض القلق. واذا اعطينا فرصه للمريض انه بتجربه هذه الامور وممارستها وتطبيقها وفشلت، وما زال هناك اضطراب في وظيفيه المريض، يعني المريض انا اعطيته فرصه يعمل جلسات سلوكيه معرفيه مع الاخصائي النفسي، اعطيته فرصه يطبق تغيير نمط الحياه والمهارات التعامل مع القلق وتغيير نمط حياته، واتاني بعد 3 اشهر يقول دكتور انا ما زلت كما انا، ما زال انا مفصول من عملي، ممكن انا مهدد، ما زلت انا يعني ما نجحت في الاختبار، ما زلت معزول، ما اكل كويس، ما انام كويس، انا ما انتظر، انتظر لمتى؟ خلاص انا جربت الخطوات الاولى، لازم انا ابحث عن يعني الخطوه الاخرى اللي هي بدء علاج او دواء. بدء علاج او دواء لا يعني بالضروره اني حستمر عليه بقيه حياتي، انا عندي اكثر من 4 5 أسر من المضادات القلق ومضادات الاكتئاب، ليست كلها أدوية يستمر عليها المريض، وليس بشرط أنك تستمرين عليها، ممكن على شكل كورس 6 أشهر، ولا يوجد إجبار أصلا حتى الاستمرار عليها، ولا يوجد خطورة من إيقافها طالما أنها تحت إرشادات الطبيب. فملخص الجواب، من حقك تختاري نوع الدواء اللي تأخذيه إذا أنت قرأتي عن الأدوية، طبعا بعد ما تناقشيها مع الطبيب، إذا رأى أنه مناسب لحالتك من حقك تؤجلي أخذ العلاج، من حقك تسألي طبيبك أو تسألي طبيب رأي آخر أنه أنا أبغى أجرب الأمور الأخرى غير الدوائية في معالجة القلق، نعطيها فرصة. إذا ما نفعت أو يعني ما استفدتي من هذه يعني الطرق العلاجية اللا دوائية، ممكن احنا نطرق باب العلاج الدوائي مرة أخرى، ونختار الدواء المناسب ونحدد خطة معينة لبدء العلاج ونعمل له تجربة ونشوف هل ممكن يكون في تحسن مرة أخرى بعد ما نعمل تشخيص سليم عن طريق جلسة مفصلة كأول مرة مع المستفيد من العلاج، ونستبعد أي مسببات عضوية أو دوائية قد تفسر أعراض القلق وممكن يكون علاجها باطني. نعم. جميل دكتور محمد، الحديث والله ممتع المساحة. في معانا آخر طلب من السؤال، حاب إن نكمل؟ اي ما عندي مانع. تفضل فراس، أخ فراس. السلام عليكم. وعليكم السلام. واضح؟
نعم يعطيك العافية دكتور. بس لو ترفع الصوت شوي أخفي راس. يعطيكم العافية على إتاحة المساحة وعلى هالمساحة الطيبة. عندي مداخلة في جزئية المعالجة، يعني في ما يخص فرط الحركة وتشتت الانتباه. يلاحظ يعني أنه في جانب التغذية، كثير من العلاجات في المراكز الصحية تغفل عن جانب الغذاء والتحسس، فقد يعني مع استمرار المرض أنه يستمر العلاج يؤدي في بعض الحالات لأعراض جانبية. لكن أبغى رأيك يا دكتور في مسألة أنه قد يكون أثر المرض من أثر تحسس من مواد غذائية مثل القمح، مثل يعني السكر، مثل المواد اللي تكون يعني في تسبب للشخص حساسية. خاصة أنه في بعض النظريات تقول أنه يعني اللي هو فرط الحركة وتشتت الانتباه يندرج من ضمن الأمراض المناعية، من اللي هي المناعة الذاتية. وقد يلاحظ في كثير من اللي عندهم فرط حركة وتشتت انتباه أعراض ثانية مثل اضطراب في الغدة الدرقية، مثل انه يعني وفي نظرية تقول يعني انه برضو باب فصيلة الدم لها أثر، يعني فصيلة الدم A غالبا يجيهم أمراض معينة بناء على تحسسهم من غذاء معين هم غافلين عنه، وبالتالي لو انتبهوا له بناء على جدول مناسب غذائي لهم قد يتفادون الوقوع في الأمراض هذه، خاصة أن كثير من الأمراض تعد مزمنة. وهو في الصحيح يعني أنه لا، ما يصح يقال مزمنة في بعض النظريات، يعني لأنه ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن ممكن أنه الشخص يمارس يعني أو يأكل أكل ما يتوافق مع فصيلة دمه، وبالتالي تبقى الأعراض، ويعالج من جهة، بينما هو لو سوى حمية عن نوع من الأكل ممكن نلاحظ تحسن على الصعيد النفسي. وبعضهم يقول لا، في برضه حتى الجيوب الأنفية تلقى كثير من اللي عنده فرط حركة وتشتت انتباه برضه عنده إضافة للغدة الدرقية الجيوب الأنفية، ويكثر الفرط الحركة في اللي فصيلة دمه بي. فما أدري وش وجهة نظرك في الموضوع يعني دكتور بشكل عام من الزاوية هذه، وشكرا لإتاحة المساحة. يعطيك العافية. طيب الأخ يسأل، أخ فراس يسأل عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وما إذا كان هناك يعني دليل علمي على وجود علاقة ما بين التحسس الغذائي أو فصيلة الدم بالأعراض، وما إذا كان أحد الطرق العلاجية هي يعني التركيز على موضوع التحسس الغذائي. طبعا زي ما ذكر الأستاذ فراس في حديثه، ما أوتيته من العلم إلا قليلا، احنا ما زال أمور كثيرة احنا لا نعلمها إلى الآن، لا يوجد لديها دليل واضح، لكن اللي نستطيع التحدث عنه الآن هو الدليل العلمي، البراهين العلمية المعتمدة لدينا إلى الآن. قد تتغير هذه الأدلة والبراهين خلال 10 سنوات، لكن عملت دراسات كثير. موضوع فصيلة الدم طبعا عليه كلام كثير، يعني للأسف غير مدعوم بالأدلة العلمية، ورغم أنه منتشر جدا حتى في بعض المراكز الخاصة تحديد فصيلة الدم، ثم يعطى برنامج للامتناع عن أشياء معينة. طبعا للأسف هذا نوع من التسويق الغير علمي من جهة المراكز الصحية، ليس مدعوما بأي دليل علمي قاطع إنه فصيلة الدم لها علاقة بتحسس معين. يعني أنا أذكر كان في لي محاضرة وحديث دكتور محمد، انقطع الصوت دكتور محمد. في بعض المراكز الصحية وبعض الفحوصات والمختبرات إن لها علاقة بتحسن أعراض مرضية
يكون عنده تحسس من الجلوتين، هذا اضطراب موجود مثبت، التحسس من الروبيان، التحسس من بعض الأسماك أو البيض أو إلى آخره من التحسسات الغذائية، هذا أمر موجود. وأعراض التحسس الظاهرة هي أعراض جسدية، أعراض يعني ربو أو أعراض تغير أو حساسية في الجلد أو أعراض جهاز هضمي، أو قد تصل بعض أنواع أعراض أيوة. تفضل دكتور. فالأعراض أعراض التحسس معروفة، أعراض جسدية يعرفها الزملاء المتخصصين الاستشاريين، الحساسية والاضطرابات المناعية. لكن جوابا على سؤال الأستاذ فراس، لا يوجد دليل علمي قاطع على أنه بصمة الدم أو تحسس من دواء معين قد، أو الامتناع عن هذه المحسسات قد يحسن من أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه قطعيا. علميا لا يوجد دليل على هذا الشيء، والنظريات فيما يتعلق بفرط الحركة وتشتت الانتباه لا نعلم السبب الرئيسي لسبب تشتت الانتباه، لكن هناك نظريات قوية في العلوم العصبية أو ما يطلق عليها بالنيورو ساينس أنه لها علاقة بموصلات عصبية في الدماغ، موضوع نمو طبقة من طبقات القشرة الدماغية، يوجد 7 طبقات تقريبا، هناك بعض الطبقات يكون فيها نوع من الضمور، لا نعلم سبب الضمور، له علاقة بموضوع أمور جينية أو أمور وراثية أو إصابات فيروسية أثناء الحمل أو أثناء الولادة أو حملت وراثيا من شخص مصاب. لكن مختصر الجواب أنه الجواب لا، بصراحة علميا وطبيا لا يوجد دليل قاطع على موضوع بصمة الدم أو موضوع التحسس اللي له علاقة بأعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه. لكن هناك طبعا احترازات غذائية احنا ممكن يستخدمها المريض اللي عنده فرط حركة وتشتت الانتباه في تخفيف أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه، مثل مثلا المنبهات، القهوة، الشاي اللي تحتوي على الكافيين، الشوكولاتة، المشروبات الغازية، هذه تزيد للأسف من القلق، رغم أنها المفروض تكون منبهة، المفروض أنها تخفف لأنها تعمل زي عمل المنبه، الدواء فرط تشتت الحركة والانتباه، لكن الواقع لا، الواقع هي تزيد من القلق والتوتر عندهم، اضطرابات النوم، ولما يكون عنده ضعف في النوم حيكون عنده مشكلة في التركيز في اليوم الآخر. بعض المواد الغذائية قد تزيد من موضوع مشكلة التركيز، مثلا زيادة السكر في الأكل، السكر الأبيض والسكر المضاف. فهناك طبعا أنماط غذائية معينة ممكن يستخدمها الإنسان بشكل صحي للغذاء الصحي. وهذا يقودنا لآخر نقطة في حديثنا اليوم في المساحة، لموضوع نمط الحياة، أنه يكون أنا عندي أمارس الرياضة بشكل منتظم، تمارين الاسترخاء اللي تحدث عنها في التنفس، الغذاء يكون غذاء صحي بعيد عن المواد المضافة والسكر والمواد المنبهة بشكل كبير، هذه تعزز من الصحة النفسية، تعزز من أعراض القلق، وحتى تساعد في موضوع التحسن والاستجابة في اضطرابات فرط التشتت وعفوا التشتت الحركة. نعم. الله يعطيك العافية دكتور، بس تعقيبا على ما ذكرتم بارك الله فيك، هو يعني العيادات معليش يعني إذا صدق كلامي مع الواقع أنه ما تتيح مجال الربط بين الأعراض هذه والفحوصات، بمعنى أنه لما الواحد يذكر أنه ما في دراسات، لأن ما في دعم للموضوع هذا، ما في جهة تدعم الدراسة، بحيث يجي المريض يفحص مثل ما ذكرت الأخت قبل شوي عن القلق، خلاص جاهز الدواء، ما في ربط ذهني فيما يخص انه هل عندك اعراض ثانيه او لا. لكن الواقع في كثير من اللي عندهم قلق يتضح بعدين انه عنده برضه جرثومه معده، كذلك الحال مع اللي عندهم فرط حركه وتشتت انتباه، يغلب عليهم ان عندهم ارتشاح في الامعاء. طيب لو اخذ ممتاز، الجانب ده من الجهه طيب وعولج صحيح قد تخف الاعراض. وارد، لكن بالمناسبه ترى ما هو معناه ما انعملت دراسات، لا انعملت دراسات، وعملت دراسات زي ما ذكرت لك بالعشرات وبالمئات على موضوع، انا فهمت قصدك في موضوع الرشح اللي يسمونه ليكي جاتس، او اللي هو التسرب المعوي اللي ممكن يحصل، وهذه واحده من النظريات اللي يعني قتلت بحثا في الابحاث، ففي ابحاث كثيره هي لم تهمل. قد يكون هناك، انا معاك في نقطه انه في تركيز على موضوع الادويه لانه في دعم من الشركات المروجه لهذه الادويه، وبالتالي الابحاث عليها فيها دعم بالملايين وقد يكون بالمليارات. نعم انا معاك في هذا الموضوع، هناك يعني ميول ونوع من الظلم في موضوع التركيز، لكن هذا لا
يعني انه ما عملت ابحاث على الليكي جات، ابحاث على بصمه الدم، ابحاث على التحسس، عملت بالمئات يعني، وقرانا كثير وعشرات من الابحاث على مئات الوف الناس، والنتائج كانت يعني ما هي كونكلوسيف يعني، ما كانت النتيجه، لانه لا تنسى انه في ابحاث كثيره يتم يعني رعايتها من قبل حكومات، من قبل جامعات يعني غير ربحيه، وعملت عليها ابحاث، ومن مصلحه الحكومه انها تكتشف هذا العلاج لانه هذا يوفر لها الكثير، لكن الحقيقه نتائجها كانت غير مشجعه. فبس جوابا على سؤالك، حتى بس اوضح للزملاء المستمعين، لا، عملت دراسات بالعشرات بل بالمئات على موضوع بصمه الدم، وموضوع التحسس الغذائي، موضوع الجلوتين له اعراضه الخاصه فيه، وهي اضطرابات تحتاج يعني علاج خاص فيها، لكن لا يوجد ربط قوي بينها وبين الاضطرابات النفسيه خاصه القلق وفرط الحركه وتشتت الانتباه، باستثناء التوصيات الغذائيه اللي انا تحدثت عنها في نقطتي، لكن عملت ابحاث وكانت نتائج الابحاث نطلق عليها احنا في علم الابحاث نون كونكلوسيف، يعني ما كانت واضحه، يعني ما اتفقت، يعني احنا نعمل 10 ابحاث، اثنين يقولوا وجدنا نتيجه، ثمانيه يقولوا ما وجدنا نتيجه، وبالتالي المحصله النهائيه انه ما هي واضحه النتيجه في هذا الموضوع. جميل، يعطيك العافية دكتور محمد، استمتعنا صراحة في المساحة، حوار شيق جدا، شكرا لك، شكرا للمستمعين الكرام، شاكر ومقدر لكم على الاستضافة، شكرا جدا للحضور، شكرا جدا على المداخلات المثرية، الله يعطيكم العافية وتصبحون على خير.